أبنائي الأعزاء، الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي المحاضرة الأولى في الجاسترو انستاينال تراكت، وهو برانش لطيف جدا، بس يعني أحب أنبهكم أن أول محاضرة هي الأكثر أهمية، لأن إحنا هنحط فيها الأساس بتاع الجاسترو انستاينال تراكت، الهرمونز والنيرفس كنترول. وبقول لو طالب سألني لو عاوز أحضر محاضرة واحدة أو أقرأ موضوع واحد في جي اي تي وأجاوب يعني غالبا جزء كبير من الأسئلة، أقول له هي أول محاضرة، لأنه لن يخلو سؤال من الهرمونز أو النيرفس كنترول، فأنت بتعرف الأساس بتاعه وكل المعلومات، فعاوز يعني تولي اهتمام خاص بالمحاضرة الأولى دي بعد إذنكم. فنتوقع الله نبتدئ الجاسترو انتستينال تراكت لكتشر نمبر 1. طيب نتوقع نبتدئ. الاول هنتكلم على المورفولوجي يعني بتاع الجاسترو انتستينال تراكت ده، انت بتاخده في الهيستولوجي كويس قوي، وانا اي جاس ان انتوا عارفينه احسن مني. انه لو بصينا في الجاسترو انتستينال تراكت هو عباره عن قناه هضميه، وفي تو مين اكسسوري جلاندز اللي هم الليفر بيطلع بايل، والبنكرياس بيطلع العصاره اللي هي عصاره البنكرياس. دول اهم تو اكسسوري جلاندز. طبعا في جلاندز اخرى زي السليفر جلاندز، بس دي اقل اهميه بالنسبه للدايجيشن، مهمه في اشياء اخرى هناخدها. وفي جلاندز ما هياش في صور الجلاند، يعني زي العصير المعي دي والعصير المعوي بيطلعوا من خلايا صغيره في المعده والامعاء. يبقى الجهاز الهضمي عباره عن قناه هضميه وجلاندز، اهم تو جلاندز اللي هم الليفر اللي بيطلع البايل والبنكرياس اللي بيطلع العصاره البنكرياس. لاني احب اقول لكم معلومه يا اولاد، انه البنكرياس لوحده بعصارته كان كومبليت دايجيشن from A to Z، يعني عصارة البنكرياس لوحدها تقدر تعمل هضم مكتملا. دي معلومة قيمة. طيب ده كان معلومة يعني كده معلومات عامة. نبتدي المورفولوجي. لو خدنا في الهيستولوجي هما 4 layers مبطن بميكوزا، تحتيها في صاب ميكوزا، وبعدين المسلز، وبعدين السيروزا من بره. ده الـ 4 layers. الماسلز 2 لاير، في الانر سيركولر والاوتر لونجيتودينال. طبعا التو لايرز ار كونكتد، يعني مش كلهم في وادي، بيشتغلوا مع بعض. ارينجد ان باندلز، كل باندل عباره عن في المتوسط حوالي 1000 ماسل فايبرز. كونكتد زي ما راسم لك كده جنب بعض، كونكتد بحاجه اسمها جاب جانكشن، بتسمح بمرور الاكشن بوتنشال من فايبر للتانيه. يبقى حضرتك لما تستيميليت وان فايبر كل الفايبرز هتدي ريسبوند. يبقى اذا هما ذي فانكشن از سينسيتيوم، مدمج خلوي. يبقى دي في كل اللي قلته هي دي المعلومه الوحيده المهمه في المالتيبل تشويس كويشنز، انه في جاب جانكشنز ما بين الماسل فايبرز، وده خلت السموث ماسل بيشتغل كسنسيتيوم، كمدمج خلوي. تستيميليت وان فايبر كل الفايبرز المتصله بجاب جانكشن هتستجيب كوحده واحده. طيب ناخد الالكتريكال اكتيفيتي او سموث ماسلز، هتلاقي في تشابه مع الحاجات اللي خدناها في السموث ماسل في سنه اولى. اول حاجه ان الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاعها من ناقص 50 لناقص 60 ملي فولت، و انستيبل يعني بيتمول اهو مش ستيبل. انا تأملتها معاكم قبل كده، هو ليه ربنا خلاها ستيبل؟ احنا السموث ماسلز لا تعتمد على النيرفز، ممكن تطلع الاكشن بوتنشال سبونتينيسلي. طب عشان الاكشن بوتنشال يطلع سبونتينيسلي لازم نوصل للفايرنج ليفل. طب ادي الفايرنج ليفل ناقص 40، لما يبقى انستيبل يبقى افري ناو اند ذن بيقرب من الفايرنج ليفل. فهنشوف ازاي ده
هيسهل مأموريتنا ان احنا نوصل للفايرنج ليفل ونطلع سبونتينيوس اكشن بوتنشلز بدون خالص نيرفز. يبقى اهم ميزه في الريستنج ميمبرين بوتنشال في المالتيبل تشويس في الجهاز الهضمي انه انستابل. اوعوا تنسوا دي يا اولاد انستابل، وما بين ناقص 50 لناقص 60 ملي فولت. طيب سوبر امبوزد عليها، انا بس عاوز ابقى اكتب لكم حكايه ان هو ملي فولت اللي شايفها مش موجوده ولو اني قلتها. انتوا عارفين طبعا القياس كله بالملي فولت مش بالفولت. فهنا عندنا الايه سوبر امبوزد عليها حاجه اسمها سلو ويفز او بيزك الكتريكال ريذم اللي انتوا شايفينها دي. طيب تعال نشوف ايه قصه البيزك الكتريكال ريذم، ناخدها من الاخر الاول. ريذم يعني بتحصل بايقاع منتظم بمعدل تقريبا ثلاث مرات في المعدة بنلاقيها بهذا المعدل، و12 مرة في السمول انتستين في الدقيقة بير مينيت. يبقى هي ريزمك عشان كده يسموها ريزم. الكتريكال لانها بتتكون من حاجتين، دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن. طول عمره الدي بولاريزيشن قلنا في سنة أولى إنه سببه حاجة من اثنين، يا إما صوديوم انفلكس يا اما كالسيوم انفلكس. في حاله السموث ماسل يا اولاد الصوديوم فاست سريع، الكالسيوم سلو. فاحنا بنحب الكالسيوم لسببين، اول حاجه انه سلو، وانا قلت ان بتتميز سموث ماسلز، تتميز مش يعيبها انها بطيئه، تتميز بكونها بطيئه، لان لما تبقى هتشتغل ببطء فده بيدي تايم فور دايجيشن اند ابزوربشن. عشان كده ربنا اختار ان الديبولاريزيشن في السموث ماسل يبقى بالكالسيوم انفلكس. طب انا عاوز تذكروني طول عمر الديبولاريزيشن في الجسم يا صوديوم فاست انفلكس يا كالسيوم سلو انفلكس. مره واحده بس خدنا ديبولاريزيشن سببه حاجه ما هياش كالسيوم وما هياش صوديوم، فاكرينها في الهيرينج كان سبب الديبولاريزيشن في الكوكليا بوتاسيوم انفلكس، ده الاكسبشن الوحيد. معلش الكلام يعني لان كنا لسه قايلين محاضره الهيرينج من ايام قليله. طيب يبقى قالوا ليه ريزمك؟ لانها بتحصل بريتم معين اللي هو 3 بير مينيت في الاستومك 12 في السمول انتستين. طب ليه قالوا الكتريكال؟ لانها عباره عن ديبولاريزيشن سببه كالسيوم انفلكس وريبولاريزيشن سببه بوتاسيوم انفلكس. طب ليه قالوا بيزك؟ انا هقول لك ليه قالوا بيزك، لان هذا الرقم لا يمكن اللعب فيه. يعني بيزك مش ممكن المعده تطلع اكتر من 3 سلو ويفز بير مينيت او الاستومك اكتر من 12. تمام، تعال نشوف نبص مع بعض. انا تاني ميزه ليه الديبولاريزيشن بيحصل بالكالسيوم انفلكس، ان الكالسيوم ده اللي هو جاي من بره وهو ما بيعملش بس ديبولاريزيشن، ده كمان بيعمل الكونتراكشن. كنا خدناها في السموث ماسل ان السكيليتال ماسلز بتعتمد على الكالسيوم اللي جوه اللي في الساركوبلازميك ريتيكولم، انما السموث ماسل ربنا عشان يبطئ العمليه خلاها تعتمد على حاجه جايه من بره، فعبال ما تيجي هتاخد وقت، كالسيوم من الاكسترسيلر. فالكالسيوم اللي داخل من الاكسترا سيلر اللي جوه الخليه هيعمل ديبولاريزيشن، وهيعمل حاجه تاني اهم اللي هو الكونتراكشن. ده كله قلناه في السموث ماسل، كان الكالسيوم لوحده ما ينفعش، كان بيتحد مع بروتين يموديوليت الكالسيوم اسمه كال موديولين، وبعدين ينشطه المايسين لايت تشين كاينيز. يبقى راجع المحاضره بتاعه السموث ماسل. على العموم انت مش مفروض في الجي اي تي نبقى حافظين الميكانيزم دلوقتي، يعني هو ما بيتكتبش في الجي اي تي، بيتكتب في السموث ماسل. يبقى الكالسيوم لوحده ما ينفعش، عشان ينفع بيتحد مع بروتين يخليه ينفع اسمه كال موديولين، يعني كالسيوم موديليتنج بروتين في كلمه واحده يبقى كال موديولين. كنت قلت لكم في عجاب ان انا المايسن وعندي لايت تشين، عشان يحصل كونتراكشن لازم اللايت تشين تمسك في الاكتين وتشده. طيب
ازاي لازم اللايت شين دي يحصل لها فوسفوريليشن. فالكالسيوم بينشط انزيم بالصلي اسمه مايسن لايت شين كاينيز، بيحطه في سفيت جروب فالمايسن يمسك في الاكل. لو كنت فاكر قلناها ازاي في محاضرات السموث ماسل، يبقى الكالسيوم لما دخل لوحده ما ينفعش، لازم يتحور بواسطه بروتين اسمه كالسيوم موديليتنج بروتين، في كلمه واحده يبقى كال موديلين. ده بينشط انزيم انال مايسن اسمه مايسن لايت شين كاينيز، يعني محرك بيحرك فوسفيت جروب يشبك المايسن في الاكتين فيحصل الكونتراكشن. ده كلام ترجع له في السموث ماسل، بس اهو قلته برضو عشان تبقى عندك فكره اكتر. مش كل السلو ويفز توصل فايرنج ليفل، بعضها يوصل فايرنج ليفل وبعضها لا يصل. اللي هيصل للفايرنج ليفل هو ناقص 40 ملي فولت هيدي اكشن بوتنشال، هيدي كونتراكشن. تاني، يبقى مش كل السلو ويفز بتوصل للفايرنج ليفل، اللي هيوصل للفايرنج ليفل هيدي سبايك بوتنشال، هيدي كونتراكشن. وعليه عاوز بقى افهمك مره تاني، يبقى الستومك فيها 3 سلو ويفز في الدقيقه. ممكن لو عملنا بارا سمباثاتيك ستيميليشن او ستريتش، بدل ما يوصل واحده الفايرنج ليفل زي في الرسمه يوصل 2. مور بارا سمباثاتيك ستيميليشن او مور ستريتش، ما هو الستريتش معناها في اكل اكتر فلازم تشتغل اكتر، هي بتبقى ستريتش بي جي اي تي بالاكل. ممكن الثلاثه يوصلوا الفايرنج ليفل ويدوا 3 اكشن بوتنشال ويدوا 3 كونتراكشن. طب لو مور بارا سمباثاتيك ستيميليشن او ستريتش، لا هو العدد 3 اخرك 3. من هنا جت كلمه يا اولاد بيزك الكتريكاليدي. فالديبولاريزيشن بيزيد بالستريتش والبارا سمباثاتيك، الهايبر بولاريزيشن مين بقى عدو الجهاز الهضمي بيزيد بالسمباثاتيك. يبقى شفنا 3 انواع من الكهرباء في الجهاز الهضمي. شفنا اول حاجه ان الريستنج ميمبرين بوتنشال انستابل، دلوقتي هتفهموه اكتر. عشان لو تصادف ان السلو ويف جت على التوب يبقى فرصه انها توصل فارج ليفل اكتر، لكن لو جت على البوتوم فرصه انها توصل تبقى اقل. وراء الخلق خالق، ليه ربنا خلى الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع السموث ماسل انستابل، يعلو ويهبط، فلما يعلو يقرب من الفارج ليفل، فلما تيجي تتحط عليه السلو ويف يبقى فرصتها توصل فارج ليفل وتدي سبايك بوتنشال وكونتراكشن تبقى اكتر. يبقى شيء رائع. يبقى اتعلمنا 3 حاجات في الكهرباء، سلو الريستنج ممبر بوتنشال، كلمتين في الام اس كيو انه انستابل ومن ناقص 50 لناقص 60. يتحط عليه حاجه اسمها سلو ويفز او بيزك الكتريكال ريذم. ريذم لانها ريذمك بايقاع معين، 3 في المعده 12 في السمول انتستين. الكتريكال لانها دي بولاريزيشن بلس ريبولاريزيشن. قولوا لي انتم بقى انا نسيت الدي بولاريزيشن سببه ايه هنا؟ كالسيوم انفلكس، لان هو ده البطيء واحنا عاوزين بطء عشان ندي تايم للدايجيشن والابزوربشن. اما طول عمره الريبولاريزيشن سببه بوتاسيوم انفلكس. يجي اون توب السموث السلو ويف اللي توصل فارج ليفل وتدي سبايك، هي بس اللي بتدي كونتراكشن. طيب فرصه انها توصل للفارج ليفل وتدي سبايك وتدي كونتراكشن تزيد بايه؟ مين صديق الجهاز الهضمي؟ باراسمباثاتيك. وحاجه تانية مهمه جدا الاسترتش، لان فكر هو ايه اللي هيخلي الجهاز الهضمي يحصل له مور ستريتش؟ ان دخل فيه اكل اكتر، يبقى لازم نشتغل اكتر. يعني ربنا نقل الاستيمولاي بطريقه يعني تخدم الوظيفه، انما السمباثاتيك بالعكس يا اولاد بيعمل بيزود هايبربولاريزيشن، يعني يعمل انهيبيشن. طيب تعالى ناخد كلمتين على اللي قلناهم نجمعهم تاني على السلو ويفز. سلو ويفز كل كلمه هقولها سؤال ام اس كيو، نوت ان اكشن بوتنشال، ملهاش اكشن بوتنشال، هي تدي اكشن بوتنشال. عددهم قلناها تاني نقطه 3 بير مينيت في الاستومك و12 بير مينيت في السمول انتستين. طيب initiated بpace maker، في pace maker زي ما في pace maker في الهارت في pace makers في الجي اي تي، بيسموه اسم تاني ستيليت، يعني شكل الخلايا بتبقى نجميه، ميزينكايمال لانها في النص، يبقى بيسموها pace maker cells او ستيليت ميزينكايمال cells. وبعدين
دي بتنش السلو ويف بتنشيت سبايك بوتنشال ذات از سوبر امبوزد. يعني السبايك بوتنشال سوبر امبوزد على السلو ويفز او البيزك الكتريكال ريزم. يعني السبايك بوتنشال بيحصل اون توب او سلو ويف. طيب النقطه اللي بعد كده الفانكشنز بتاعت السلو ويفز انها بتكوردينيت البريستالسيز والموتور اكتيفيتي، بتعمل الحركه الدوديه والموتور اكتيفيتي. دي كانت اللوحه الاولى. الثاني اقول اسئله في عجاله يا اولاد. ريستنج ميمبر بوتنشال من اهم الاسئله، ماينس 50 لماينس 60 وان ستيبل، ده اول سؤال. طيب في حاجه اسمها سلو ويفز او بيزك الكتريكاليزم، اتس نوت ان اكشن بوتنشال، ده سؤال. عددها 3 في المعده و12 في السمول انتستين، ده سؤال. وبعدين الانفلكس سببه كالسيوم او الديبولايزيشن كالسيوم انفلكس والريبولايزيشن بوتاسيوم انفلكس، ده سؤال. فقط اللي هيتحط عليها سبايك بوتنشال توصل فارج ليفل وتدي سبايك بوتنشال هي اللي هتؤدي الى كونتراكشن. وانا فهمتكم حاجات ما بيكتبوهاش. تاملت معاكم في كلمه بيزك الكتريكال ريذم، ريذم لانها بايقاع معين، 3 في الاستومك 12 في الانتستين، الكتريكال لانها ديبولايزيشن وديبولايزيشن وريبولايزيشن، بيزك لان العدد مش ممكن لعب فيه. الاستومك 3 مرات في الدقيقه. لما تعمل مور ستريتش او باراسمباثيتك ممكن بدل ما واحده تدي سبايك وكونتراكشن اثنين ثلاثه، بس مش ممكن يزيدوا عن ثلاثه. في السمول انتستين مش ممكن يزيدوا عن 12. هل في بيس ميكر في الجي اي تي؟ اه في بيس ميكر في الجي اي تي. بيسموها ستيليت لانها شكلها نجميه ميزينكايمال سيلز. دي كانت اللوحه الاولى. البدايات مش لطيفه قوي يعني، انها بعد كده هتلاقي الموضوع رائع باذن الله. نيجي بقى للكلام الاهم شويه وهو الكنترول بتاع الجاسترو انتستينال تراك اللي هو موضوعنا النهارده الاساسي. كنترول اوف جاسترو انتستينال تراك. من الحاجات الرائعه ان الجاسترو انتستينال تراك عندنا فيه تو كنترول سيستم، انترنسيك واكسترنسيك. يعني أول مرة نلاقي إن في جهاز داخل الجهاز الهضمي ممكن يشغله اسمه intrinsic control system. ده برضو احنا تعلمنا إن الكنترول سيستم هتبقى حاجة من اتنين، يا نيرفس يا هرمونال. فالانترنسيك كنترول سيستم اللي جوه الجهاز الهضمي في نوع منه أعصاب نيرفس وفي نوع هرمونال. لكن ممكن extrinsic control system من بره نيرفس زي الاوتونوميك نيرفس سيستم أو هرمونال. يبقى 2 في 2 يا اولاد، انترنسيك كنترول سيستم واكسترنسيك كنترول سيستم، كل منهم ينقسم الى قسمين، يا نيرفس يا هرمونال. نبتدي بحاجه جديده علينا جدا، لاول مره نلاقي كنترول سيستمز موجوده جوه السيستم نفسه، جوه الجاسترو انتستاينال سيستم. عنده ريجيلاتوري سيستم خاص بيه هو بس، موجوده جواه بس، اسمها انترنسيك كنترول سيستم. وده برضه يا نيرفس سريع يا هرمونال بطيء. احنا عرفنا ليه ربنا بيعمل تو كنترول سيستم، النيرفس رابيد والاندوكراينال سلو. وبالتالي هي مش مركب ليها رئيسين يا اولاد. هما التو كنترول سيستم كومبلمنتري، متكاملين وليس متضادين. النيرفس السريع يبتدي والهرمون البطيء يكمل. ناخد بقى حاجه هي الروعه بعينها اللي هو الانتريك نيرفس سيستم. كلمه انتريك يعني حاجه ريليتد للانتستين، والمعنى انها ريليتد للجهاز الهضمي. يعني في نيرفس سيستم خاص بالجهاز الهضمي اسمه انتريك نيرفس سيستم واختصاره ENS. يعني زي ما في سنترال نيرفس سيستم في انتريك نيرفس سيستم. طيب اول معلومه، افتكر في كام نيرونز جوه الجهاز الهضمي، خليه عصبيه جوه الجهاز الهضمي. الرقم مش بس مفزع 100 مليون، ده انا عاوز اقول لك معلومه.
عشان تفهم قيمة هذا الرقم، هذا الرقم أكبر من عدد النيرونز اللي موجودة في النخاع الشوكي spinal cord. ما بقولش المخ، المخ فيه عدد لا يحصى، إنما you can imagine إن الجهاز الهضمي فيه عدد من النيرونز أكتر من اللي في النخاع الشوكي 100 مليون. طيب في 2 main ganglionated plexus موجودة في الجهاز الهضمي and they are connected، يعني مش بيشتغلوا كلهم في وادي. فأول واحد اسمه ماينتريك، أهو اللي بشاور عليه ده، من اسمه ما بين عضلات الانتستين، مايو يعني عضلة وانتريك يعني انتستين، أو يسموه أورباخس بلكسس، وده وظيفته الموتيليتي. أما النوع الثاني اللي هو تحت الميكوزا اسمه سب ميكوزا البلكسس أو مايسنرز بلكسس، وطبعا الميكوزا دي بتعمل سكريشن، فده وظيفته السكريشن. احنا ممكن نعرف الحكايه دي بطريقتين يا اولاد، طريقه ذكيه والطريقه الاقل ذكاء. ممكن اقول لك الطريقه الاقل ذكاء ان الماينتريك بحرف الام مسؤوله عن الموتيليتي بحرف الام، والسب ميكوزال بحرف الاس مسؤوله عن السكريشن. وعاوز اقول لك حاجه، هو غايه الجهاز الهضمي حاجتين، موتيليتي وسكريشن. افهم الجهاز الهضمي ده بيعمل ايه، دايجيشن وابزوربشن. طب ما عمره ما هيحصل دايجيشن من غير الدايجستيف سكريشنز، العصارات الهاضمه، يبقى السكريشن هو اللي هيعمل الدايجيشن. طب بعد كده عشان يحصل ابزوربشن ونيد موتيليتي، ما هي دي الوظائف الاربعه الاساسيه للجهاز الهضمي، ان سكريشن هيعمل دايجيشن وموتيليتي هتعمل absorption، وفي وظيفة خمسة إذا عاوز نكمل storage. لو قال لك ما هي وظائف الجهاز الهضمي خمسة، يبقى secretion يعمل digestion وmotility تعمل absorption وفي storage. يبقى الأساس هو secretion اللي هيعمل digestion وmotility اللي هتعمل absorption، فلازم two plexus كل واحد يتحكم في الثاني. فالmyenteric motility الام مع الام، طب submucosal في secretion، دي الطريقة الأقل ذكاء. لا أنا عاوز طريقة، سيبك من الام مع الام والاس مع الاس. هو ليه ربنا سبحان الله حط الماينتريك اسمها، بتقول انا ما بين عضلات الانتستين، دي السيركولار اهي الانر، والانجتيودن طبعا لما تاخد قطاع فيها بتبان حته صغيره كده. ليه تفتكر ربنا حط الماينتريك ما بين الماسلز 100% عشان تتحكم في الموتيليتي. طب السكريشن بيحصل من الميكوزا، يبقى ليه ربنا حط نيرف سيلز نيرف بلكسس تحت الميكوزا سب ميكوزا عشان تتحكم في سكريشن. فلما اجي في الكورس واقول لك ان احنا بنتكلم على الموتيليتي، تفتكر انهي بلكسس هتعملها اللي موجوده ما بين العضلات الماينتريك. لما اجي اتكلم في بعض المواضيع على السكريشن واقول لك تفتكر انهي بلكسس هتقوم بيها، يبقى 100% اللي تحت الميكوزا سب ميكوزا. وفوق البيعة الطريقة الأقل ذكاء الام مع الام، الماينتيليتي مع الموتيليتي مع بالماينتريك، والاس مع الاس، الساب ميكوزال بتتحكم في السكريشن. So we have 1 million neurons of two main ganglionated plexus. دي مهمة قوي. ممكن اقسمهم تقسيمة ثالثة، في 3 types of neurons انت متوقعهم، sensory اللي هي الافرنت، موتور اللي هي الافرنت، وفي ما بينهم نيرون يسموه انتر نيرونز. كل الكلام ده عارفينه في سي ان اس. يبقى السنسري هو ده الافرنت نيرون. الافرنت نيرونز دي بتريسبوند لايه، لحاجه ميكانيكال في المسل او حاجه كيميكال جوه اليومن، جوه التجويف، بتريتيت الميكوزا تعملها ستيميليشن. يبقى السنسوري بتستجيب يا ميكانيكال في الماسلز يا كيميكال في الميكوزا. طب والموتور اللي هو الايفرنت بيكنترول ايه؟ لا دي احنا عارفينها من سنه اولى في اول محاضره في الاوتونوميك، ان الموتور طول عمره هيتحكم في حاجه من اتنين مالهمش تالت، يا ماسل يا جلاند. هنا الماسلز عندي احتمالين، الماسلز بتاعت الجاسترونستانال تراك نفسه
او البلاد فيسلز المسلز اللي بتغذي الجاسترو انسولتك. وتالت حاجه في انتر نيرونز. طيب نوت، ممكن نقسم النيرونز الى اكسايتاتوري انهبيتوري تبعا للكيميكال ترانسميتر اللي جواها. فالاكسايتاتوري نيرونز بتبقى اكتر ناحيه الماوث وبتكونتين اسيتايل كولين اور سابستانس بي، بينما الانهبيتوري نيرونز بتبقى اكتر ناحيه الانس. وفاهم ليه؟ لان احنا ناحيه الانس عاوزين نستنى شويه، لان احنا مش عاوزين نتبرز وندخل التويليت ونعمل ديفيكيشن كل ساعه. احنا بناكل 3 مرات في اليوم وسناكس من فوق من فوق، يبقى عاوزين اكسايتاتوري نيرونز تشغل. لكن في اليوم مره او ماكسيمم مرتين الناس هتدخل تعمل ديفيكيشن، يبقى الانهبيتوري نيرونز اكتر ناحيه الانس. حاول تفكر ما تحفظ. دي بتشتغل بالاستايل كولين وسابستنس بي، دي بتشتغل بالفازو اكتيف انستاينال بيبتايد اللي اختصارها في اي بي والنيتريك اوكسايد. طيب خد بالك، ان كونتراست تو ذا كلاسيكال نيرونز، الكلاسيكال نيرون الفيسيكلز اللي بتطلع الكيميكال ترانسميتر خدناها في السي ان اس موجوده فين؟ قول لي، في الاكسون تيرمينالز في نهايه الاكسون. لا، هنا بقى النيرونز بتاعه الانتريك نيرفس سيستم عندها الفيسيكلز موجوده along extensive branches، يعني مش محصوره في التيرمينال. الاكسون عنده برانشز كتير قوي مليانه فيسيكل فيها كيميكال ترانسميتر، سموه حتى فاريكوستيز يعني تعرجات او سوالك. انا نفسي يمكن لو رسمتها لك هتبقى افضل شويه. طيب هنحاول كده اهو في عجاله هرسمها لك عشان تفهم الفرق. يعني احنا في النيرفس سيستم كنا خدنا النيرون الفيسيكل موجوده عند الاكسون تيرمينال، انما هنا الاكسون عنده برانشز كتيره قوي والبرانشز دي مليانه فيسكلز، مش في الترمينال بس. اهي رسمتها لك هتشوفها حالا في غضون ثواني عشان ما تنساش. دي الكلاسيكال نيرون، الفيسكل موجوده في الاكسون ترمينال اللي هي على ايدك ال شمال. انما في الـ 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 في الـ في النيرفس سيستم، في اسف في الانتريك نيرفس سيستم اللي هي في الجهاز الهضمي، بنلاقي الاكسون مليان برانشز فيها فاريكوستيز يعني تعريجات وسويلنج مليانه فيسكلز. طبعا الغرض هنا ايه تفتكر؟ بص وانت تعرف الاجابه. مين هيبقى تاثيره في وايدر اريا، في مساحه اكبر؟ اللي عايدك اليمين اللي هو بتاع الانتريك نيرفس سيستم. فده الغرض انه اكتيفيت وايدر اريا. هي يا اولاد ال نيرونز اللي جوه الجهاز الهضمي بيسكريت نيورو ترانسميتر اور نيورو موديليتورز بيأفكت في الاخر ايه قلناها هلا؟ يا ماسل يا جلان، والماسل نوعين، يا جي اي تي ماسلز يا بلاد فيسلز ماسلز. ده كان الانتريك نيرفس سيستم العجيب، ان الجهاز الهضمي يا اولاد الجهاز الهضمي بيمتلك نيرفس سيستم خاص بيه، مش النيرفس سيستم بتاع الجسم، اسمه انتريك نيرفس سيستم. تعالى في عجاله نقول المعلومات المهمه بتاعته تاني. اول معلومه، 100 مليون نيرونز، اكتر من عدد الخلايا العصبيه، مش في السنترال نيرفس سيستم، في السباينال كورد فقط، في النخاع الشوكي. البرين فيه كميات لا تذكر، تريليونز. انما الانتريك نيرفس سيستم فيه نيرونز اكتر من في السباينال كورد. اثنين، دي اهم نقطة نمرة اثنين، انه تو مين تايبس، ماين تيريك اور اورباكس بلكسس تتحكم في الموتيليتي اهي، والسب ميوكوزال تتحكم في السكريشن. قلنا الطريقة الغبية الام مع الام، الماين تيريك موتيليتي والسب ميوكوزال سكريشن. الطريقة الذكية ان اللي ما بين العضلات ماين تيريك، يعني ما بين المسلز اوف انتستين، ماين تيريك حتى لما اقولها لك، مايو يعني مسل وانتريك يعني انتستين، تبقى دي موتيليتي. طب السكريشن بيحصل من ميكوزا، يبقى الصب ميكوزا بتاعت السكريشن. النقطة الثالثة، الثانية دي كانت أهم واحدة. في 3 تايبس اوف نيرونز عارفينهم زي السي ان اس، يا سنسوري افرنس، يا موتور افرنس، يا انتر نيرونز.
طب السنسوري بتستجيب لايه؟ يا ميكانيكال ستيمولاي في الماسل يا كيميكال ستيمولاي في الميوكوزا، يبقى حاجتين. طب والموتور بتحرك ايه؟ دي معروف حاجتين، يا ماسل يا جلان، والماسلز يا بتوع الجي اي تي يا بتوع البلاد فيسل، وفي انتر نيرون. في تقسيمه تانية مش مشهوره قوي، ممكن نقسمهم لاكسيتاتري نيرونز وانهبيتري نيرونز. طب سؤال في الام اس كيو، الاكسيتاتري نيرونز اكتر ناحيه مين؟ ناحيه الشغل الماوث، انت بتاكل عديد من المرات في اليوم غير السناكس. طب والانهبيتري ناحيه الانس، الاولانيين بيطلعوا ستايل كولين اللي هو بتاع الباراسمباثاتيك صديقي جهاز هضمي، وسابستانس بي اللي هي ساعات تحس مغص من كتر الانقباض. اما التانيين بيطلعوا فازو اكتيف انستانت بيبتايد ونيتريك اوكسايد. ان كونتراست، على خلاف النيرونز العاديه، فالفيسيكل مش متجمعه في الاكسون تيرمينال، انما موجوده في along extensive branches، اهي along extensive branches عشان تأثر في wider area، ورسمتها لك اهي مرة اخرى. ده الفرق، ما هي زي الكلاسيكال نيورونز. هل يا اولاد ممكن يجي سؤال enteric nervous plexus؟ عشان to be honest with you غالبا لا، MSQ فقط يعني، ما تحفظهاش. انما هل كغلاسة ساعات بيعملوا كده؟ ساعات، انما اللي لا يمكن تفاديه هو الجاسترونسان هرمونز. بقول لو طالب قال لي عايز اقرا سؤال واحد بس في الجاسترونسان التراكت واضمن بنسبة 50% اجاوب سؤال الجي اي تي، اقول له تقرا الجاسترونسان هرمونز اللي هو في المحاضرة الاولى. الجات هرمونز ده اهم حاجة، فبقى هنا تبتدئ المحاضرة البداية الحقية. كل اللي فات ده كنا بنهزر يا أولاد، بنضحك، بنسلي روحنا. دلوقتي نو جوكاتول، مفيش هزار. الجات هرمون ده استعرفها عن ظهر قلب. الصفحات التالية الثلاثة اللي جايين دول يمثلوا نص جهاز الهضمي. بالأسئلة كده امسك جميع الامتحانات في كل الجامعات، لاقي سؤال في الهرمون في الجهاز الهضمي وسؤال مش في الهرمون. يبقى لو هتقرا سؤال واحد ليله الامتحان ما عندكش غير ساعه فاضله والجي اي تي ما فتحتوش، وتقول عاوز اقرا سؤال واحد، اديني قلت لك من دلوقتي. اقرا الجاسترونسان هرمونز واعرفها عن ظهر قلب. وايفن اللي انها متداخله مع كل حاجه فممكن تجاوب اكتر، يعني الاحتمال اكتر من 50%. الجات هرمونز، أول معلومة، في 5 characters for a gut hormone، يعني عشان تقول إن ده هرمون تبع الجاسترونسان تراك لازم يتميز بخمس مميزات. واحد، لازم يبقى secreted by one cell وaffects another cell، يعني يطلع من خلية ويأثر في خلية تانية مش نفس الخلية. يطلع من خلية في الجهاز الهضمي ويأثر في خلية أخرى في الجهاز الهضمي برضه. تاني مميزة من الفايف كاركترز، عشان يبقى هرمون لازم يبقى ترانسبورت باي بلاد، أظن ده كلام عادي، هرمون يبقى في البلاد. تالت ميزة، عشان يبقى جات هرمون لازم يبقى الاستيمولس بتاعه أكل، ستيمولييتد باي فود. رابع حاجة، خامس معلومة، نوت نيسيسيرلي تو بي أندر نيورونال كنترول. افهم، لأن احنا كنا قلنا ان في الانتيرو بيتيوتري هرمونز، وبالتالي الثلاث غدد اللي تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري اللي هم الثايرويد والادرينال كورتكس والجونادز كلهم كانوا تحت الكنترول بتاع الهايبوثالامس عن طريق ريليسنج انهيبيتنج فاكتورز. خد بالك هنا التعبير، قال لك نوت نيسيسري تو بي اندر نيورونال كنترول، لان في بعضهم تحت النيورونال كنترول وبعضهم لا، يعني دي ميزه مش لازمه قوي انه يبقى لازم تحت نيورون كنترول. خامس كاركتر، ان السينثيتك فورم اللي قدرنا نحضره في المصنع يعني زي الهرمون بالظبط لازم يميمك الاكشن اوف ناتشر هرمون. ميمك يعني يعمل نفس الوظيفه بتاعت الهرمون، يعني لازم، ولا يبقى اللي احنا عاملينه ده حاجه تاني او اللي جوه ده ما هوش هرمون، لازم ميمك ذا اكشن اوف هرمون. دول الخمسه كاركترز.
نقولهم تاني يا ولاد. يبقى عشان تقول ان ده جات هرمون لازم يتميز بخمس حاجات. يطلع من خليه ويؤثر في خليه تانية، نمره واحد. يوصلها عن طريق البلاد، نمره اتنين. الاستيمولز بتاعه يبقى الاكل، نمره ثلاثه. مش شرط يبقى تحت النيورونال كنترول، نمره اربعه. السينثيتك فورم الشكل المصنع بره لازم يعمل نفس الاكشن بتاع الناتشرال هرمون. طيب انا عاوز زملاء الاصغر سنا يسمعوا الكلام ده. الاشتراطات دي خلت عدد الهرمونز بتوع الجاسترو انستاينال تراكت خمسه بس، عشان في بعض الكتب عندنا يكتب لك ان في عشرات الهرمونز في الجاسترو انستاينال تراكت. لا، اللي ينطبق عليه الخمس حاجات دول خمسه، يبقى خمسه كاركترز تنطبق على خمسه هرمونز، هم اللي فولفيل الكرايتيريا، وعشان كده بسميهم الخمسه الاساسيين. الجاسترين هرمون نمره واحد، دول اللي هندرسهم. الجاسترو انستاينال الجاستريك انهبيتوري بيبتايد نمره اثنين، جاستريك انهبيتوري بيبتايد. السكريتين نمره ثلاثه، وده اول هرمون اكتشفه الانسان في العالم، اول هرمون في العالم هو السكرتين، هبقى احكي قصته. السي سي كي اللي هو اختصار كوليسيستوكاينين بانكريوزايمين نمره اربعه، كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل باذن الله. والموتيلين لانه بيأثر في الموتيليتي. يبقى كام كاركترز؟ خمسه. بالكاركترز الخمسه دي احنا في نورث امريكا بنقول مفيش غير خمسه هرمون جات هرمونز هم اللي انطبق عليهم الخماسيه دي. جاسترين وجاستريك انهبيتوري بيبتايد ادي اثنين، سكرتين وكوليسيستوكاينين بانكريوزايمين ادي اربعه، وموتيلين. طيب نرجع نكمل بقى الاكسترنسك كنترول سيستم، وبعدين نرجع نكمل حديث الهرمونز. لان احنا كنا قلنا بالاول ان احنا عندنا تو كنترول سيستم مع عشق مثل عشق النظام، يا انترنسك يا اكسترنسك. الانترنسك اللي هو الانتريك نيرفس سيستم والجات هرمونز ادي اثنين، والاكسترنسك اثنين، يا اوتونوميك نيرفس سيستم يا اما هرمونز جايه من بره بتؤثر في الجهاز الهضمي. ناخد الاوتونوميك نيرفس سيستم، يا بارا سمباثاتيك يا سمباثاتيك، صح؟ طيب بص معايا من فضلك. طبعا اشهر عصب في البارا سمباثاتيك بيأثر في الجهاز الهضمي هو الفيجاس، ده اشهر واحد. طبعا ستيل في اعصاب تانية، احنا عارفين ان اربع اعصاب بيأثروا في الجهاز الهضمي من الخمس، انما مايسترو الجهاز الهضمي هو الفيجاس، لما كنا قلنا تاركا النهايتين. النهايه العليا اللي هي الغدد اللعابيه لسبعه وتسعه فيشل وجلوسوفارينجل، والنهايه السفلى اللي هو النص الاخير في القولون بالريكتم بتاع الديفيكيشن سابوا البلفيك نير. يبقى اربع اعصاب من الخمسه باراسمباثيك. البارا ما عندهمش غير خمس اعصاب، حتى طالب بيسالني هو مين الخامس؟ الاوكلوموتو بتاع العين مالناش دعوه بيه خالص. اربع اعصاب في خدمه الجهاز الهضمي. مايسترو الجهاز الهضمي هو الفيجاس تاركا النهايتين. النهايه العليا اللي هي الغدد اللعابيه لسبعه وتسعه الفيشل والجلوسوفارينجل، والنهايه السفلى اللي هي الديستال هاف اوف ذا كولون والريكتم للبلفيك نير. باراسمباثيك صديق الجهاز الهضمي، عشان كده قلنا انابوليك، عاوز تكبر لازم تاكل. مين اللي بيشغل الجهاز الهضمي؟ باراسمباثيك، يبقى بيخليك تنمو، يبقى انابوليك، وعشان كده هو اكسيتاتور. طيب معلومه بقى في الام اس كيو مهمه جدا. الباراسمباثيك الجانجليا بتاعته التيرمينال، يبقى لحد ما يوصل الجت، ادي سؤال ام اس كيو اهو، هو بري جانجليونيك. اكشوالي الطالب اللي فاهم قوي قوي اللي هو حضراتكم، البلكسسز بتشتغل له كبوست جانجليونيك نيرون، يعني النيرونز بتوع البلكسس بيشتغلوا له كبوست جانجليونيك نيرون. يعني العلاقة بين الباراسمباثاتيك والانترنسك او الانتريك بلكسس علاقة وثيقة جدا. ممكن الانتريك نيرونز تشتغل بنفسها من غير حاجة خالص، انما البارا يخليها تشتغل اكتر. بتشتغل هي على الوشين بنفسها لروحها، وبتشتغل كبوست جانجليونيك بالنسبة للبارا. سيتاتري حضرتك
عاوز تعمل موتيليتي يبقى ماينتريك بلكسس، عاوز تعمل سيكريشن يبقى سب ميكوزا. ننتقل للسيمباثاتيك. سيمباثاتيك الريلي بتاعه نيفر تيرمينال، حتى قلنا بتاع الجهاز الهضمي كان بيريلي في 3 جانجليا عند منبت الاوعيه الدمويه الكبرى الصادره من الاورطة، وتسمى باسماء الاوعيه الكبرى، لو ده سيلياك ارتري تبقى دي سيلياك جانجليون، لو ده سوبيرو ميزنتريك ارتري تبقى دي سوبيرو ميزنتريك جانجليون، لو ده انفيرو ميزنتريك ارتري تبقى دي انفيرو ميزنتريك جانجليون، يسموها كولاترال جانجليا، كولاترال جانجليا. فالسيمباثاتيك مين العصبين الاساسيين اللي هما بيشغلوا الجهاز الهضمي؟ السبلانكريك نيرف الجريتر بتاع الابدومن، سبلانكريك نيرف اللي بيريلي في تو جانجليا سيلياك وسوبيرو ميزنتريك الاثنين كولاتر، وليسر سبلانكريك اللي بيغذي البلفس وبيريلي في اللي تحت البلفس تحت في الانفيرو ميزنتريك. طيب خد بالك بقى سؤال الامس كيو، السيمباثاتيك ما بيوصلش كبري جانجليونيك ليه؟ لان هو الريلي بتاعه عمره ما بيبقى تيرمينال، فاللي بيوصل اهو هو البوست جانجليونيك مش البري، البري ما يوصلش لان الجانجليا بره. يبقى في البارا كنا بنوصل كبري جانجليونيك، انما هنا بنوصل كبوست جانجليونيك. طب البارا كانت لازم تنتهي عند البلكسس، هي شديده الصله بالبلكسس، البلكسس بتشتغل لها كبوست جانجليونيك، وهما الاثنين بيعملوا حاجه واحده، هما الاثنين اكسايتات. انما السيمباثاتيك بيشتغل بطريقتين، يا يروح للبلكسس يعمل لها انهيبيشن، يا اما دايركتلي على المسل، على المسل والجلانز يعمل لهم انهيبيشن. اهو حتى انا حاطط في الرسمه، ممكن انهيبيشن عن طريق البلكسس يعمل لها انهيبيشن، او ممكن دايركتلي انهيبيت المسل، خليك معايا مع الليزر والجلانز. طيب هل في اكسترنسك هرمون بيأثر في الجهاز الهضمي؟ قال لك اه، اهم هرمون بيأثر في الجهاز الهضمي ما فيش غير واحد بس اللي هو الالدوستيرون، كنا اتكلمنا عليه، بيروح الكليه يحتفظ بالماء والملح ويرمي عوضا عنها البوتاسيوم. نفس الكلام هنا، يروح الجهاز الهضمي يحتفظ بالماء والملح ويرمي عوضا عنهم البوتاسيوم، وكان في الكليه بيشتغل على الديستال هاف اوف ذا نيفرون، هنا بيشتغل على الديستال هاف اوف ذا انتستين اللي هي اللارج انتستين، ما هو الاول سمول وبعدين لارج انتستين. طب هناك بيشتغل في اخر حته في النفرون اللي هي الديستال هاف والكولكتيك، هنا يشتغل في اخر حته في الانتستين اللي هي اللارج انتستين، ونفس الوظيفه. ففي الكلام الجديد بيقول لك مفيش غير هرمون واحد بس يعني بالقطع يؤثر في الجهاز الهضمي، وهو الالدوستيرون. طيب نيجي الريفلكسز بتاعت الجاسترون سنتراكت، 2 في 2، يا شورت ريفلكسز يا لونج ريفلكس. ايه الكلام ده؟ تشوف كلام بسيط خالص اهي، رسمها لك. فكر معايا، لا احنا عاوزين الرسمه دي احنا عندنا قلنا لأول مرة لقينا انتريك نيرفس بلكسس، فشوف لو السنتر بتاع ريفلكس هو الانتريك، الانتريك نيرفس سيستم البلكسس يعني، يبقى ريفلكس شوف ازاي قصير فيري شورت، هشوف الافرنت ليم والسنتر والافرنت ريفلكس ارك قصير جدا، فيسموه شورت ريفلكس. لانك انا عاوزك تاخد بالك برضو ان انا راسم الانتستين كبيره، الانتستين دي قد صباعك، يعني الانتستين دي صغيره جدا، حاجه قد الصباع كده، مش بالكبر ده. فتخيل كل ريفلكس ارك موجود داخل الانتستين، مركزه هو الانتريك بلكسسس، فده يسموه شورت ريفلكس. وايه رايك شورت ريفلكس ده كام نوع؟ نوعان، ما بزهقش. لو البلكسس اللي بتشغله هي الماينتريك يبقى ده بيتحكم في مين؟ ماينتريك، ما بين المصل والام مع الام تبقى موتيليتي، سب ميكوزال تحت الميكوزال، اس مع الاس يبقى سكريشن، والسكريشن بيحصل ميكوزال، ده شورت ريفلكس. نيجي لونج ريفلكسز، لو حضرتك هتستخدم الاكسترنسك نيرفز يا
يعني هتطلع بره الجت وتروح للفيجا النيوكلياس اللي هو مايستو جهاز الهضمي وترجع تاني بإفرين، يبقى ده مشوار طويل قوي، يبقى يسموه لونج ريفلكس. معظم الريفلكسز، اهم عصب مين بيشغل الجهاز الهضمي يا اولاد؟ البارا ولا السمباتيك اللي بيشغل الجهاز الهضمي؟ البارا هو الاكسيتاتوري، سمباتيك ده انهبيتوري، يبقى البارا. مين اهم عصب في البارا مايسترو جهاز الهضمي؟ الفيجاس. تخيل الافرنت تبع الفيجاس والايفرن تبع الفيجاس، عشان كده يسموا ريفلكس ده هنقوله مليون مره في جي اي تي، فاجو فيجال ريفلكس. فاجو رايحين بفيجاس ورايحين بفيجاس، فيجاس وحتى السنتر فيجال نيوكلياس فيلم ده لونج ريفلكس. اللونج ريفلكسز بقى بنقسمها برضو لاثنين، يا اما كونديشن يا ان كونديشن ريفلكس. كونديشن يعني ايه؟ يعني ريفلكسز مشروطه اكوايرد، بنكتسبها ما بنتولدش بيها، اللي هي بحكيها لكم بس مش في هذه المحاضره. التجربه المشهوره اللي عاملها راجل روسي اسمه بافلوف، كلنا عارفينه، ولا اقولها لكم في عجاله ونبقى نقولها مره تاني المحاضره القادمه باذن الله. الراجل ده جاب كلب، كان عنده كلب، عاوز احكي لكم القصه، واحكي لكم قصه بافلوف دي، قصه جميله قوي. اللي هو التجربة بتقول ان هو كان يعني في اكل ويضرب الجرس ويجيب الاكل للكلب، فارتبط في السيريبرال كورتيك في ذهن الكلب الجرس بالاكل، فلما بقى يضرب الجرس بس الاكل يحصل له سالايفيشن، يسيل لعابه. انا عايز احكي لكم القصة دي حصلت ازاي، اعتبر دي فقرة المعلومات العامة. انا استغربت التجربه دي، الراجل الروسي اللي اسمه ايفان بافلوف حتى عاوز اسمه بالظبط، ايه اللي يخليه يعمل تجربه زي دي؟ كل مره يجيب اكل للكلب يضرب جرس، كل مره يجيب اكل يضرب جرس، فارتبط في ذهن الكلب الجرس بالاكل، بعد كده يضرب الجرس بس يحصل له سالايفيشن. يبقى خد بالك انها ريفلكس مكتسب، الكلب ما اتولدش بيه، ويستلزم وجود السيربال كورتكس لانه مكتسب، له شروط، لازم يبقى فيه كورتكس ولازم يتمرن عليه، فسموه كونديشن. كونديشن يعني مشروط، وده من اهم ريفلكسز خد عليها نوبل ايفان بافلوف التجربه دي، لانها بتطبق في كل الدنيا دلوقتي، في تربيه الاطفال، في كل حاجه، نبقى نقولها اذا كان في فرصه نتكلم على السايكولوجي كونديشن ريفلكس. انما انا احكي لك القصه واعتبر دي بره المحاضره بنتسلى، بمناسبه عيد الام كل سنه وانتم طيبين، وعيد الربيع وعيد الحب وعيد كل حاجه. لا الحب ده 14، خلينا ربيع والام. الراجل ده اللي هو ايفان بافلوف بتاع سايكولوجي كان عنده كلب وعنده وان ليج سيرفنت، راجل خدام بتاعه عنده رجل خشب وعنده كوريدور طويل يوصل المطبخ، هو قاعد جنب الكلب بتاعه يقول للراجل اللي بيشتغل عنده من فضلك روح هات اكل للكلب. فالراجل وهو ماشي في الكوريدور رجله ايه؟ بتخبط، فلاحظ يعني ايفان بافلوف ده اللي هو الروسي لاحظ انه بيقول للراجل روح هات الاكل للكلب، الراجل دخل الكوريدور الكلب ابتدى يسيل لعابه. الله، هو الكلب بيفهم احنا قلنا ايه؟ فالراجل ابتدى يفكر ايه ده؟ يعني انا بقول له روح هات الاكل لسه ما جاش اكل، لعاب الكلب سال. ففكر ربما يبقى صوت رجله ارتبطت بالاكل في ذهن الكلب، فغير التجربه وجاب ايه بقى؟ جرس عشان يتاكد. فكل مره يضرب الجرس يجيب الاكل، يضرب الجرس يجيب الاكل، يضرب الجرس يجيب الاكل، فبقى ضرب الجرس لوحده يسيل اللعاب. وكلنا كده على فكره، ده احنا بنقولها حتى، ان انت اي حاجه مرتبطه بالاكل انت عارف ان هيجي الاكل بعديها بتلاقي لعابك يسيل، وبنقول التعبير رائحة لسه ما كلناش، ما فيش أكل، شميت ريحة، ريحة يبقى في أكل، إحنا نقول رائحة يسيل لها اللعاب. منظر الأكل من بعيد كده لسه ما فيش أكل دخل، إنما أنا عارف منظر الأكل يسيل له اللعاب.
دي اسمها كونديشن ريفلكس، ما بنتولدش بيها، بنكتسبها اكواير. تحتاج حاجتين، سيربا كورتكس عشان يربط الاكل بالصوت، الشوك والسكاكين والمعالق بيتحطوا في الترابيزة، اه يبقى بيحضروا لي الترابيزة زي الكلب بالظبط، تروح اللعاب بتاعك ينزل ولسه ما فيش اكل، انت قاعد في اوضتك بتذاكر وصوت تحضير الترابيزة بره شغال ياسين اللعاب، لانك عرفت ان الصوت ده مرتبط باكل، يبقى ما اتولدتش بيها، يبقى اكواير مكتسب. وتحتاج السريبرال كورتكس تبقى مشروطه، فسموها كونديشن ريفلكس، لان في اللغه حتى اقول لك ايه، انا هروح معاك المشوار ده اون كونديشن ذات، يعني بشرط. يبقى يعني ايه كلمه كونديشن؟ مشروط. هنتفرج حاجات رائعه في جي اي تي. في ريفلكسز ثانيه بقى، لونج ريفلكسز ان كونديشن، يعني غير مشروطه، نولد بيها، ان بورن. الجرو الصغير اللي هو الكلب الصغير يوم يولد، اما تحط له اكل ببقه يسيل لعاب، تدخل الطعام في الجهاز الهضمي يسيل لعاب، مش لا عاوزه تمرين ولا عاوزه سيربا كورتكس، ملهاش شروط، فسموه ان كونديشن. وجود الاكل في الجهاز الهضمي يطلع العصائر، يبقى دي اسمها ان كونديشن. وهنا اشهر واحده فيها مين قلناها بقى، ما تحط الاكل في الجهاز الهضمي، مين اشهر عصب بيغذي الجهاز الهضمي؟ الفيجاس. نروح بالفيجاس ونرجع بالفيجاس، يحصل سكريشن، فسموها فاجو فيجا ريفلكس. يبقى ريفلكسز نوعان، احنا عندنا في جهازين، يا انترنسك يا اكسترنسك. لو هنستخدم الانتريك نيرفس سيستم بس، يبقى تخيل جوه الانتستين وكل ريفلكس ارك جوه موجود هنا، يبقى حاجه فيري شورت، يسموها شورت ريفلكس. لكن لو هنطلع بره السنتر نيرفس سيستم يبقى يسموها لونج ريفلكس. كل ينقسم الى نوعين. في الشورت ريفلكس ده انت بتستخدم انهي فليكسس؟ الماينتريك بتاعت الموتيلتي، هتعمل موتيلتي، ولا السب ميكوزا بتاعت السكريشن؟ ادي اثنين. طب واللونج ريفلكسز نوعين، حضرتك مشروطه كونديشن اتمرنت عليها اكواير مكتسبه، والسنتر بتاعها هو السيربا كورتكس، بيرتبط صوت الشوك والسكاكين بالاكل، بيرتبط المنظر الرائحه دي بالاكل، بترتبط السمع الرائحه المنظر بالاكل، ده يسموه كونديشن. انما الاكل جوه الجهاز الهضمي ده انا مولود بيها، حط اي اكل طلع حاجه، اللي عاوزه تمرين عاوز سيربا كورتكس تبقى ان كونديشن. لسه برضو ما دخلناش في اهم حته وهي ايه يا ولاد، الهرمونز. ده احنا بس قلنا التقسيمه العامه، وحتى لا تتوه في عجاله هقول تاني الفكره العامه. الجهاز الهضمي يا اولاد يتميز في شيء، في انه الكنترول بتاعه بطريقتين. كل اجهزه الجسم اكسترنسك بس، بالاعصاب الخارجيه والهرمونز الخارجيه اكسترنسك، انما الجهاز الهضمي يتفرد في انه كان بي كنترول بانترنسك واكسترنسك. يعني في انترنسك كنترول وفي اكسترنسك كنترول، وكل ينقسم الى قسمين، يا نيرفس يا هرمونا. ففي عجاله، النيرفس ناخد الاول الانترنسك، الجهاز العصبي اللي جوه الجهاز الهضمي يسموه انتريك نيرفس سيستم. مش هقول بقى انه 100 مليون، انما هقول اهم نقطه، 100 مليون نيرون هقول وان هم سنسري وموتور وانتر نيرون، وان في بعضهم اكسيتاتور وبعضهم انهبيتوري، ده كله كلام فارغ. اهم حاجه في الام اس كيو ان البلكسسز نوعان، يا ماينتريك بتاعت الموتيليتي يا سب ميكوزا بتاعت السكريشن، دي حاجه. وبعدين موضوعنا بقى النهارده اللي هو الجات هرمونز، ده اللي احنا سايبينه. طب نيجي الاكسترنسك. اكسترنسك ايه؟ مفيش غير الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هيشغل الجهاز الهضمي، خلاص. والاوتونوميك ده يا بارا سمباثاتيك اكسيتاتوري يا سمباثاتيك انهبيتوري. البارا بيوصل كبري جانجليونيك، والبلكسس تشتغل له كبوست جانجليونيك، يعني شغاله الروحه وشغاله تبع البارا واكسيتاتوري. واشهر عصب بارا بيشغل الجهاز الهضمي هو مين؟ الفيجاس، تارقه النهايتين، السلايفا للفيشل وجروسوفارينجل، والنص التحتاني البلفيك نيرف. اما السمباثاتيك ريلي بيبقى بره في كولاترال جانجليا غالبا بتاع الجهاز الهضمي، يبقى هيوصل كبوست جانجليونيك مش كبري. وفي طريقتين، ينهبت البلكسس او ينهبت الجلانز والماسلز دايركتلي. يعني البارا لازم تاكسايت من خلال البلكسس، البلكسس شغلالها كبوست جانجليونيك، علاقه وثيقه جدا.
البارا بتوصل كبري جانجرونيك والبلكسس بتشتغل لها كبوست. انما السيمباثاتيك لا، ده هو اساسا كولاترال جانجليا بار، يا يشتغل انهيبيت البلكسس يا انهيبيت الجلانز والمسل دايك. وهرمون واحد بس من بره هو اللي له علاقه بالجي اي تي اللي هو الالدوستيرون. في هرمونات تانية لا علاقه بس مش علاقه وثيقه. فاتفق ان احنا نقول ان هرمون واحد هو الالدوستيرون. يبقى احنا دلوقتي فضلنا ايه في محاضرتنا هذا؟ فلسه فضلنا الحته المهمه اللي هو الجاسترو انستاينال هرمونز، الجات هرمونز. بس اعتبر النصف الاول في هذه المحاضره اهو، كنا اهي نص ساعه من ضاع الوقت، بس كانت لازمه مقدمه لابد منها، ولازم تبقى فاهم الريستنج ممبر بوتنشال ان ستيبل وناقص 50 لستين ويعني ايه سلو ويفز. كل ده بيجي في الام اس كيو اللي هي البيزك الكتريكاليزم، 3 في الاستومك 12 في الانتستين، لما توصل للفارنج ليفل ناقص 40 تدي سبايك، والسبايك ده اللي يدي كونتراكشن. كل حاجه مهمه بس نص ساعه بقولها لا يمكن تفاديها. المهم هو الجاي يا اولاد، نيجي للجات هرمونز. جات هرمونز، طيب هنا بقى الجات هرمونز كالاتي، ركز معايا بقى، اعتبر دي البدايه الحقيقيه. لما تيجي بعد كده تسمع الحته دي وتفهمها وتراجع الفيديو بتاع المحاضره دي يبقى فوت اول نص ساعه، ادخل على طول وانت كلير مايندد على اللي جاي بقى. جاسترونستان هرمونز او جات هرمونز، كل كلمه لها قيمه. الساعة اللي جاية دي يا أولاد هي نص الجي اي تي، واللي بقية المحاضرات كلها النص الآخر. أول نقطة، عشان تقول إن ده جاسترو انستاينال هرمون لازم له كام كاركتر مع شق الاستعلاش النظام؟ 5 كاركترز. نقولها تاني، سكريتد باي وان سيل وأفكتس أنذر سيل. نمرة واحد. يتنقل ترانسبورت باي بلاد. نمرة اثنين، لازم الاستيمولس بتاعه يبقى فود. نمرة ثلاثة، نوت نسيسارلي اندر نيرونال اور نيرفس كنترول. نمرة أربعة، وبعدين السينثيتك فورم، المادة المخلقة المشابهة ليه لازم تميمك الاكشن اوف ناتشرال هرمون. طيب في كام هرمونز؟ قلنا في 5 هرمونز اللي انطبق عليهم الكرايتيريا دي ويمكن اعتبارهم هرمونات. We have 5 hormones: gastrin, gastric inhibitory peptide, secretin, CCK, and methylene. هندرسه. طيب كل واحد من دول هندرسه في كام نقطة؟ حب النظام قوي قوي يا ولاد. 5 characters, 5 hormones, 5 items to be discussed. اي هرمون لو انت عاوز تاخد الفول مارك 5، عاوز تاخد امتياز اول 4، فوت النوتس نمره 5. طيب نحب نوفر مجهودنا شويه. في النقطة الأولى والثانية مشتركين، مذاكر مش مذاكر اكتبهم واخد نمرة ببلاش. سايت اوف ريليس، تطلع منين الهرمونات دي؟ الهرمونات دي احنا الشغل كله يا ولاد في الجهاز الهضمي بيبقى في السمول انتستين، عشان تعرفوا ربنا بيقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. في الكيدني كان معظم الشغل في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. في الجي اي تي معظم الشغل عندي سمول انتستين ولارج انتستين. مين الاول؟ سمول انتستين. معظم الشغل في السمول انتستين. فالسايت اوف ريليس هرمونز كل الهرمونات بتطلع من اول حته في السمول انتست اللي هي مين؟ الديودينم والابر جيجينم. اول حته في السمول انتست الديودينم واول حته في الجيجينم. يعني لو جابها لنا في الام اس كيو الابر بارت والسمول انتست صح. لور بارت ما ينفعش. ليه؟ فكر احنا كل حاجه يا اولاد بتحصل في السمول انتست. تخيل دي السمول انتست. يعني الدايجيشن الابزوربشن باكمله في السمول انتست. تخيل الاكل ان الهرمون تطلع من اخر حته، يبقى الاكل بعد ما يعدي كل السمول انتستين يا خبر بعد ما خلصنا القصه نطلع الهرمونز. خلاص القصه خلصت، يبقى هنا ينطبق اغنيه ام كلثوم
فات الميعاد. انت الشغل كله في السمول انتستين، والشغل ده هيعمله الهرمون، يبقى لازم الهرمونز يطلعوا من اول حته الديودينام وابر جيجنم، لان مفيش شغل غير في السمول انتستين. يطلعوا من الور انتستين، يبقى لما الاكل، ما احنا قلنا الهرمونز لازم يطلعوا بالاكل عشان يبقوا جات هرمون يطلعوا بالاكل، يبقى هما بيطلعوا من الور بارت، يبقى الاكل بعد ما يعدي كل السمول انتستين طلعنا الهرمونز. يا حلاوه، طب ما انت خلاص السمول انتستين خلصت، الاكل عدى كل السمول انتستين وطلع الهرمونز من الاخر، طالعين يهببوا ايه؟ احنا الشغل كله في السمول انتستين، يبقى كان لازم يطلعوا بالفهم مش بالحفظ من الابر بارت والسمول انتستين، ديودينام اند ابر جيجن. ده في واحد فيهم الجاسترين نسبه الى الاستومك از ويل، بالاضافه اللي بيطلع بالابر بارت والسمول انتستين بيطلع من الاستومك، يعني برضه قبليها كمان حته معانا في الاستومك هنقولها. الانترم اوف ذا بايلوراس والبايلوراس، خد بالك لان المعده يا اولاد لما نقول انترم، انا عاوز بس ارسم اهي، يعني المعده ايه اللي حصل؟ كده غلط، مش عاوزين احنا الكشير ده. طيب كده كويس. المعدة اهي، مدخل المعدة الانترم، يعني مدخل انتري، بس ده بيقصدوا بيه الحتة اللي تحت دي يسموه انترم، ودي يسموه البيلورس. فالجاسترين بالاضافه انه بيطلع من الابر بارت والسمول انتستين، از ويل بالاضافه بيطلع من الانترم، يعني مدخل معده والبيلوراس، مش المدخل من هنا، لا لما نقول انترم المدخل تحت. طيب هل بيطلعوا من الانتيروسايت العاديه، من الخلايا العاديه؟ لا، بيطلعوا من خلايا معينه اسمها اي بي يو دي سيلز، حتى كنت بحفظها للطلبة الطريقة فيها شوية مزاح، فكنت أقول لهم عبود سيلز، بيطلعوا من الاي بي يو دي سيلز عبود سيلز. كان في مسرحية بتاعت أمين الهنيدي رحمه الله، خلاص غير محمد هنيدي بتاع الأيام دي، اسمه أمين الهنيدي دوك رحمه الله، بتاع كان عنده دكان الفردوس كده، عنده أربع بنات، يقول لهم بنات، يقول له بابا، لو كنت فاكر المسرحية. كان عامل مسرحية تانية اسمها عبود عبد عبود، فبقول الخلايا اللي بيطلع منها الهرمونز دي اسمها اي بي يو دي سيلز. ليس ايه ايه الاختصار ايه دي؟ الخلايا دي بتعمل امين بريكيرسور ابتيك اند دي كاربوكسيليشن. اديك فهمت جابوا منين كلمة اي بي يو دي سيلز، لانها انفولفد ان امين بريكيرسور ابتيك اند دي كاربوكسيليشن. سبيشال اندوكراينال ميكوزال سيلز، مش الانتيروسايتس العاديه، الخلايا اللي تغطي الانتستين العاديه هي اللي بتطلع الهرمونز، وهنشوف خليه معادله لكل هرمون. يبقى خلصنا ده ايتم عادي. يبقى لما انت مذاكر مش مذاكر، السايتس اللي بيطلع منهم الهرمون هم مين؟ احنا كل الشغل في السمول انتستين، يبقى اول حته في السمول انتستين ديودينام وابر جيجينام. الجاسترين از ويل، از ويل يعني بالاضافه انه بيطلع من الجيجنم والابر بارت اوف من الديودينم والابر بارت اوف الجيجنم، بالاضافه بيطلع من الجاستريك انتم انترم اند بايلوراس. الجاستريك انترم اند بايلوراس مش اتريم، عايزين نصلحها، انترم اللي هي المدخل، خلاص. انترم اند بايلوراس. طيب نقطة تانية، كيميكال نيتشر يا ولاد، تركيب بتاع الهرمونات دي برضو نفكر بذكاء. احنا عندي الهرمونات قلنا تركيبها في الاندوكراين نوعين، يا ستيرويدز يا بوليبيبتايدز. فاكر كنت قلت الاستيرويدز بحرف الاس دي بتبقى سوليبل في الليبيد بحرف الاس، فبتدخل جوه الخليه تاثر في الفنسز بحرف الاس، فيبقى الاكشن سلوب حرف الاس، وسميناها جينوميك شال بعد اورز تو دايز.
المجموعه الثانيه كانت البروتين والبوليبيبتايدز، دول ليبيد انسوليبل ما يدخلوش جوه الخليه انما يخبطوا عليها ياثروا في الانزيم اكتيفيتي مش في الثانس. هي الانزيم موجوده اوريدي بس هم ياثروا في الثانس، يبقى الاكشن بتاعهم رابيد وذين مينتس. تفتكر الجاسترو انسان هرمونز هناكل نطلع هرمون يشتغل بعد ساعات لايام ستيرويدز ولا هرمون يشتغل بعد مينتس؟ جاوبها انت. الاجابه واضحه. فساعات بقول يا اولاد في حاجتين ما احبهمش، عدم النظام والعبط. اما تقول لي الكيميكال نيتشر بتاع الجاسترونسان هرمونز استيرويدز بيعملوا سنتس بحرف الاس اس لو، تبقى ده غباوه لان هيشتغلوا بعد ساعات لايام. احنا عاوزين هرمون يشتغل بسرعه بعد مينتس، يبقى لازم يبقوا بولي بيبتايدز نون جينوميك رابيد. يبقى ما عشقت مثل عشق النظام. اول نقطتين قاسم مشترك اعظم لواحد فاهم. مسالني السايت اوف ريليس بتاع اي هرمون من الهرمونات الخمسه، اقول له اول حته في السمول تيست ابر بارتس مون تيست على وجه التحديد ديودينام وابر جيجنم، خلايا معينه عبود عبده عبود اي بي يو دي سيلز. ايه اختصار اي بي يو دي؟ دي امين بريكيسور ابتيك اند ديكروسليشن سبيشال اندوكراينال ميوكوزال سيلز. تاني نقطة بقول والجاسترين از ويل بالاضافة لكده بيطلع كمان من الانترم والبايلورس. طب تاني نقطة كيميكال نيتشر كلهم بولي بيبتايدز، كلهم بولي بيبتايدز نون جينوميك رابيد اكشن وذين مينتس. اديك خدت 50 نمرة ببلاش في الخمسة هرمونز. طب نيجي للستيمولاي والاكشن نحفظه مع بعض، ودي اصعب حتة والطف حتة. لان بطريقة العبد الله الاستيمولاي هو الذي يحدد الاكشن. يعني الاكشن الاستيمولاس ده اكشن، يعني رد الفعل ليه بقى؟ يعني الاكشن ده رد الفعل للاستيمولاس، استيمولاس اعمل حاجه تناسبه. عشان كده عمري في حياتي يا اولاد ما شرحت التو ايتمز دول من غير بعض. قل لي الاستيمولاي اقول لك الاكشنز، قل لي من اصدقائك اقول لك من انت، قل لي الاستيمولاس وانا اقول لك الاكشن. ثم النقطه الخامسه دي نوتس مش للطالب الممتاز، للزملاء الاصغر سنا وللاوائل اللي هم بيطلعوا على تكست بوكس، يعني يعني على الستاندرد بتاع نورث امريكا بالظبط. ابتدي بقى الاستيمولاي والاكشن يا اولاد. والعبد الله عندي طريقه ما غيرتهاش ومش هغيرها، ان انا لا اشرح الهرمونات انما انا احكي القصه. هناك قصه والقصه دي رباعية الأشواط. الشوط الأول الجاسترين، وده أصعب واحد فيهم. من اسميه جاسترين ده بسميه الصديق الأوحد للـ HCL الهيدروكلوريك أسيد. قصة يا أولاد لطيفة أوي أوي. حضرتك بتاكل أكل. الأكل ده مش معقم. تلقفته عشرات الأيادي. وفي مصرنا العزيزة هنا تلاقي راجل شايل طاولة عيش على دماغه راكب عجلة والطاولة كلها وقعت على الأرض، يلم العيش يبوسه ويحطه تاني وكأنما القبلة دي هتعمل له استراليزيشن. مش عارف يعني البوسة دي، ده بالعكس حطيت لنا ميكروبات زيادة. ما علينا. ففي الشوط الأول في هذه المباراة مطلوب أن الأكل ده اللي هو غير معقم أن نعقمه. This is why أول حتة بيستقر فيها هذه الأكل فين؟ هو في المعدة. فربنا خلى يا أولاد المعدة مش تحتوي على حمض. Very strong acid. Hydrochloric acid. تصور؟ pH بتاعت المعدة ساعات تبقى واحد. واحد يعني pH بتاع الدم 7.4. إنما المعدة واحد. لازم chemical sterilization. فسميت الجاسترين ده من اسمه جاسترين، بيطلع الجاستريك سكريشن اهم حاجه، بيطلع بيزود الـ HCL والبيبسي في الاكشن. خلاص؟ طيب تعال نشوف بقى ايه الاستيمولاي بطريقه ذكيه جدا. انا تاملتهم تامل خاص سوف تمتع معايا. سؤال يا اولاد،
حضرتك عاوز تعقم بعض انواع الاكل والبعض الاخر لا، ولا اي اكل عاوز تعقمه؟ انا اتصور اي اكل عاوز اعقمه طبعا، اي اكل، اي اكل ده اكل، حاجه طيب باخدها من بره ادخلها جوه جسمي. ده انا اقول لك حاجه بعد شويه، هقول لك اكتر عدد للزملاء الاصغر سنا يعرفوها، معلومه مهمه جدا، من الاميون سيلز في الجسم ريزايد، يعني ساكن في الجاسترونترال تراكت. يعني تخيل التي والبي ليمفوسايتس كامل اللي بنحكي عليه ده اكبر عدد في الجسم فين؟ فين؟ في انهي جهاز؟ في الجهاز الهضمي، لانه متصل بالشارع، حاجات من الشارع عماله تدخل جوه الجسم. كان المفروض بعد كل وجبه تمرض. فاي اكل كده فتح كلام عاوز اعقمه، فعشان كده انا بقى بتامل بتامل. سبحان الله، فربنا خلى اول ستيمولس للجاسترين اللي هو يقول لك جاسترين ده صديق الجهاز، صديق الـ HCL. يعني هيك بص، ماكل يطلع جاسترين من الانترم اللي هو مدخل الاستومك والبايلوراس والابر دويلام، ويلف يروح للفندس يطلع HCL، يسكب HCL على الاكل عشان يعقمه. يبقى انا عاوز اي اكل يتعقم، اه، فربنا خلى الاستيمولس نون سبيسيفيك، الديستنشن اوف انترم. اي اكل هيصعد جوه المعده هينفخ الانترم، اي اكل. فربنا خلى الديستنشن يطلع اول هرمون وهو الجاسترين، وعشان كده بيطلع من الانترم والبايلورس يلف في الدم، احنا قلنا لازم يمشي في الدم، يروح يطلع يسكب اتس ال على الاكل. شيء رائع. يبقى اول ستيمولس نان سبيسيفيك، اي اكل لازم يتعقم، فربنا خلى الديستنشن في الانترم. طب قلنا الجاسترين ده بيزود الاتس ال والبيبسين، صح؟ بيبسين ده بيعمل ايه؟ بيهضم البروتين. يبقى الصالح ان الجاسترين اللي بيطلع البيبسين يطلع بروتين، بروتين هو اللي عنده مصلحة يطلع جاسترين، وبالتالي الجاسترين يزود له الاتس ال والبيبسين. عايز احكي قصة عن البيبسين، جاب منين كلمة بيبسي كولا؟ معلش فقط المعلومات العامة، اشهر مشروب في العالم هو الكوكاكولا. كوكاكولا امريكان عملوه وربحوا منه مليارات المليارات المليارات، والمشروب الرسمي لاكبر مشروع في العالم بيدرسوه في كل الجامعات لمشروع ناجح اللي هو ماكدونالدز طبعا. لدرجه في مقوله في نورث امريكا يقول لك يعني انت تقول لي انت فين بالنسبه لماكدونالدز اللي في حتتك وانا هاجي لك لعنوانك، يعني ممكن في حته في العالم توصف عنوانك نسبه لاقرب ماكدونالدز ليك. ماكدونالد يا اولاد لا يتعامل غير مع الكوكا كولا، ما بيبيعش بيبسي كولا. حتى بستغرب لما الاقي واحد داخل في ماكدونالدز، محل ماكدونالدز، وهو اهبل واللي بيبيع اهبل منه ويقول له اديني بيبسي. ماكدونالد عمره ما باع غير كوكا كولا، ما بيبيعش بيبسي كولا خالص. نكمل. الامريكان كسبوا من كوكاكولا مليارات، عاوزين يكسبوا اكتر، فقالوا احنا هنحط شويه بيبسين على الكوكاكولا يساعد هضم البروتين ونسميها بيبسي كولا. خلاص، ده منين جت كلمه بيبسي كولا؟ عشان محطوط عليها بيبسين، وربحوا المليارات من البيبسي كولا. حبوا يربحوا تاني خسروا او ما مشيش كويس، قالوا هنحط شويه كالوريز ويبقى مشروب يفيد في السبورت، في الرياضة، وسموه سبورت كولا، واحد من أفشل المشاريب. كانت هذه فقط المعلومات العامة. المشروب الأول في عالمنا هذا هو كوكاكولا، المشروع الأول في عالمنا هذا هو ماكدونالدز، ماكدونالدز ما بيبيعش غير كوكاكولا. في مشروب السكن في النجاح في العالم تم إضافة بيبسي على كوكاكولا فبقى اسمها بيبسي كولا. ده أصل كلمة بيبسي كولا، ده الأصل مش أي حاجة أخرى. طيب يبقى اذا اي اكل عاوز جاسترين، فربنا خلى نمره واحد الديستنشن. اي اكل يبقى لازم يبقى نون سبيسيفيك ستيمولس، ديستنشن في الانترم، الاكل ينزل في المعده يعمل ديستنشن في الانترم، فيروح طالع الجاسترين من الانترم والبايلوراس والديدام ويلف حط اتس ال. مين اكتر اكل يستفاد من الجاستريك من السكريشن اللي هو البروتين، لانه بيطلع اتس ال وبيبسي. جاستريك سكريشن في اتس ال وفي بيبسي، فربنا خلى تاني ستيمولس السوب اكستراكت اللي بيحتوي بيبتونز،
وامينو اسيد زي فينايل الانين وتريبتوفين اللي هو بروتين مين. واقول لك معلومه جميله وحلوه يا اولاد، عشان كده الناس اول حاجه لما تقعد في منيو كورس، يعني اكله بتتكون منها قدم لك حاجه ثم حاجه تانية منيو ثم حاجه ثالثه، لازم يبداوا بالشوربه. وطبعا لما اقول شوربه ما اقصدش شوربه البصل والشعريه وكام الفارق، شوربه اللحمه والفراخ، عشان تطلع اول هرمون وهو الجاسترين السوب. طب اللي جايه بقى حته هي الروعه بذاتها يا اولاد، نمره ثلاثة. طب ما انا لو كلت اكله كبيره هتخفف الاتس ال، هفقد فعاليته. شوف العظمه الالهيه، كل ده انا عاوزك تتامل. انا ما بقراهمش معاك، انا واحده واحده. ما انا لو كلت اكله كبيره هتخفف الاتس ال، صح معايا؟ فالبي اتش هيرتفع، فربنا خلى الارتفاع في البي اتش اباف 2. لو ارتفع البي اتش جوه المعده فوق 2 يطلع مور جاسترين، يطلع مور اتس ال. وبهذه الطريقه، وهذه الطريقه وحدها، اصبح كميه الاتس ال مواكبه، افتح ودنك، تماما تماما لحجم الوجبه، للسايز اوف ذا ميل. ايه العظمه دي؟ ايه الروعه دي؟ يبقى دائما ابدا هنطلع اتس ال مواكب لحجم الوجبه. ازاي؟ بنمره ثلاثه دي، كلت كتير اتخفف الاتس ال، ارتفع البي اتش جوه المعده فوق 2 يطلع مور جاستريم مور اتس ال ليواكب حجم الوجبه. يا خبر ابيض. رابع ستيمولس، انا قلت اصعب واحد هو الجاسترين، بس انا بتاملها واحده واحده. احنا قلنا ان في نيرفس كنترول وفي هرمونال كنترول، لكن ليس كلهم في وادي. احنا قلنا مش شرط الهرمون يبقى تحت نيرفس، مش شرط، لكن ممكن يبقى تحت نيرفس كنترول. وادي اول اكزامبل ان الجاسترين، صدق ولا تصدق، اللي هو هرمون اندوكراينال كنترول سيستم تحت الكنترول بتاع الفيجاس. الفيجال ستيميليشن بيطلع جاسترين، والجاسترين يطلع بعد كده اتس ال. بس خد بالك بقى، سوف تتزلزل الثوابت الان. احنا كنا قلنا الباراسمباثيتك مين الكيميكال ترانسميتر بتاعه يا اولاد؟ استايلكولين. ادي اول مره تتزلزل الثوابت. الفيجال فايبرز اللي بيطلع جاسترين، الكيميكال ترانسميتر بتاعه مش استايلكولين، انما اسم على مسمى جاسترين ريليسنج بيبتايد، البيبتايد اللي بيطلع الجاسترين. وعليه واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو، لو واحد عنده حموضه زايده ما تقدرش تدي له اتروبين عشان تنقص الحمض، لان الاتروبين بيقفل استايلكولين بتاع الفيجاس، لكن ما بيقفلش الفيجال فايبر اللي بتطلع الجاسترين، لانها بتطلعها عن طريق جاسترين ريليسنج بيبتايد. انهبيتد بايه؟ دي مش مهم قوي، برضه شيء رائع. لو زاد الاسيد، طب ما انا مش عاوز يحصل لي قرحه معديه، يوقف الجاسترين عشان يقلل الاسيد. وبالجاستيك انهبيتوري بيبتايد هناخدهم دلوقتي حالا، والسكرتين اللي هم التو هرمونز اللي بعد كده بسميهم اعداء الاتش سي ال. الجاستيك انهبيتوري من اسمه جاستيك انهبيتوري والسكرتين. تمام؟ ده الاستيمولاي. تعالى بقى للفسيولوجيكال اكشن. ده متعه تاني. الجاسترين من اسمه الصديق، سميته كده الصديق الاوحد للجاستيك سكريشن للاتس ال، هيزود اتس ال والبيبسي. طب ما الاتس ال ده ممكن ينهش المعده، يجيب لي قرح. شوف العظمه، ان ربنا خلى الجاسترين اللي يزود اتس ال يبقى تروفيك تو جاستريك ميكوزا، يقوي الجاستريك ميكوزا عشان ما تبص. طيب لو الاتس ال راح ناحيه الانتستين، الانستاينال سكيشن الكالاين هتعادله، لكن لو طلع ناحيه الاسوفيجاس هيعمل لي ريفلكس، يجيب لي حموضه، ما اقدرش اعمل حاجه. فربنا خلى الهرمون اللي يطلع الاتس ال يقوي المعده عشان الاتس ال ما ينهشهاش، ويكونتراكت اللور اسوفيجيال سفينكتر هنا عشان ما يطلعش الناحيه الغلط. فرصته الوحيده يروح الانتستين عشان يتعادل بالالكالاين فلويد، لكن هيطلع الاسوفيجاس مش حاجه، هيعمل لي حرقان ريفلكس. فانا بشوفهم يا اولاد الثلاثه اكشن دول حاجه واحده، عشان كده احطهم لك مع بعض. محتاجين نحفظ ان الهرمون اللي بيطلع اتس ال وهو جاسترين عشان ما ينهش المعده
تروفيك تو ذا ميكوزا، يقوي الميكوزا. شايف رسمها لك قويه اهي. وعشان ما يروحش الاسوفجس يعمل لي حموضه ريفلكس يكونتراكت اللور اسوفجيال سفينكتر. يبقى التلاتة اكشن تشوفهم كحاجه واحده، بقولهم تمانية على بعض، اللي يطلع الاتس ال والبيبسين عشان ما ينهش جدار المعده ويعمل ألسر يبقى تروفيك مغذي للجدار للجاستيك ميكوزا، وعشان ما يروحش الاسوفجس يعمل لي حموضه يبقى يعمل كونتراكشن في اللور اسوفجيال سفينكتر. طيب بعدين بيستيميليت الجاستيك موتيليتي عشان تفضي بعد شويه. واقول لك حاجه، وكل الهرمونات الخمسه بيزودوا الانسولين، شيء لزوم الشيء. الهرمونات دي طالعه عشان تطلع عصائر تعمل دايجيشن وابزوربشن، صح؟ طب مين هيكمل ميتابوليزم؟ الانسولين اهم هرمون بيعمل ميتابوليزم، فكلهم بيطلعوا الانسولين، بس اشهرهم اكتر واحد بيطلع انسولين اهي كاتبها لك بالكابيتال ليتر، اللي هو الجاستريك انهبيتوري بيبتايد. جاستريك انهبيتوري بيبتايد. طيب نقولها النوتس وبعدين ارجع اراجعها تاني، وده اصعب هرمون في الخمسه. لو انت بقى من الزملاء الاصغر سنا يسمعوني والطلبه اللي عاوز تطلع الاوائل، النوتس دي يعني قولها في نورث امريكا كانك قاري تكست بوكس. في عندي خمسه نوتس. اول نوت ان يوجد نوعان من الجاستريم، في تو تايبس. في جاستريم معمول من 17 امينو اسيد اسمه جي 17 او يسموه ليتل جاسترين صغير، وفي واحد الضعف 34 امينو اسيد جي 34 او بيج جاسترين. احنا قلنا هو بيطلع الجاستريم من الديودينم، وده الوحيد اللي بالاضافه للديودينم بيطلع كمان من الانترام والبايلوروس والاستومك. فالليتل جاسترين بيطلع من الاستومك وده كميته 90% من الجاسترين، اما البيج جاسترين بيطلع من الديودينم والابر بارت اوف ذا جيجنم، ده 10%. وعلى فكره الاثنين بنفس البوتنسي بنفس القوه، يعني مش الكبير شغله اكتر من الصغير، ايكوي بوتن الاثنين. يبقى دي اول نوت. ثاني نوت ان عنده تو ريسبتورز بيشتغل عليهم. التو ريسبتور لان هو بولي بيبتايد بيمسك في السيل ميمبرين، فهم جي بروتين كابلد ريسبتور، ما خدناه في الاندوكراين ماسك فيه عن طريق جي بروتين. ففي خد بالك ان الجاسترين ده هناخده في نفس مجموعه سي سي كي، نفس الفاميلي، فبيشتغل على ريسبتور اسمه سي سي كي 2 ريسبتور. ده اول ريسبتور. ثاني ريسبتور اتش 2، ده اختصار هيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2، يعني بيشتغل على ريسبتور بتاعت الهيستامين، والهيستامين يزود العصاره المعديه. طيب وعشان كده واحد من اهم الانجازات في الطب ان احنا عندنا بلوكر للهيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2، للهيستامين ريسبتور نمبر 2 اسمه سيميتيدين، واحد من اهم الادويه بتقفل الاتش 2 ريسبتور، يبقى تقلل الحمض، يبقى بتستخدموها في الناس اللي عندها حموضه. يبقى 2 ريسبتور برقم 2 سي سي كي 2 و اتش 2 ريسبتور اللي هو الهيستامين 2 ريسبتور. ثالث معلومه لسه قايلينها ان الفيجاس اللي بيطلع جاسترين ما بيطلعوش بالاتروبين، يعني ما بيطلعوش بالاستالكولين، بيطلعوا بالجاسترين ريليسينج بيبتايد، وعشان كده نوت بلوكد باي اتروبين. رابع نوت، مرض اسمه زولينجر اليسون سندروم. لقينا بعض الناس يجي لهم حموضه وقرح في المعده والاثنى عشر ولا يستجيب للعلاجات الرهيبه الجديده العظيمه اللي من ضمنها السيميتيدين. لقينا الناس دي عندها تيومر اوفر جروث في الاي بي يو دي سيلز، خلاص، اللي موجوده في البنكرياس وبتطلع جاسترين، والجاسترين يزود الاتس ال والاتس ال يعمل دودنال ألسر. فالحل في دول بقى انك تشيل الورم في البنكرياس بتاع الاي بي يو دي سيلز اللي بتطلع جاسترين من البنكرياس عشان تحل المشكله دي. هنا بقى عايز اقول معلومه للاوائل بطريقه رهيبه جدا. للاوائل لو سالك في كام سايت بيطلع منه الجاسترين، احنا قلنا كل الهرمونات الخمسه بتطلع من الديودنم والابر بارت اوف ذا جيجنم ما عدا الجاسترين، بيطلع من الديودنم والابر جيجنم، وبيطلع من الانترم بيروس الاستومك، وادي مره ثالثه بيطلع من البنكرياس. فالاوائل اقول له انا اعرف ثلاثه جاسترين، في جاستريك جاسترين اللي هو الجي 17 ده
الليتل جاسترين ده بيطلع بالانترا، وفي البيج جاسترين اللي هو سي 34 ده بيطلع من الديودينم. وباثولوجيكالي بقى، مش حاله طبيعيه، باثولوجيكالي ساعات يطلع من البنكرياس ويعمل لنا مصيبه، يطلع اتس ال كتير، يعمل ديودينم ألسر كتير، يسموها زولينجر إليسون سندروم. كان هذا هو اصعب هرمون في الجات هرمونز. نقوله تاني بقى، الجاسترين الهرمون ده اكتشف في سنة 1905، اكتشفه جون سيدني أتكن، اهو مكتوب ده، طبعا مالكش دعوه بيه، احنا بنقولها بس هناك. نيجي السايت بيطلع منين، احنا قلنا خمس نقط، عد معايا السايت. بيطلع قلنا في نوعين، في نوع بيطلع من الانترام والبايلورس ده الوحيد، ازويل بالاضافه انه بيطلع من الديودينال وابر بارت اوف جيجنال اللي هي الابر بارت سمول انتست. منين؟ اي بي يو دي سيلز معينه اسمها هنا لطيف قوي، اسمها جي سيلز عشان بتطلع جاسترين. ادي اول معلومه، يبقى يطلع من الابر بارت اوف سمول انتستين اللي هو الديودينال والابر جيجنال، من الاي بي يو دي سيلز اللي هي جي سيلز. تمام. تاني معلومة، تركيبه ايه؟ نقول اول حاجات العامة ان تركيبه بولي بيبتايد، يبقى نون جينوميك اكشن، بيشتغل رابيد وذين مينتس. نيجي المعلومة التالتة والرابعة، دول اصعب، الاستيمولاي والاكشن. الجاسترين الصديق الاوحد للـ HCL، انا عاوز اي اكل احط عليه HCL، فربنا خلى اي اكل يبقى اول استيمولاس نون سبيسيفيك ديستنشن اوف ذا انترام، اي اكل هينزل هينفخ الانترم هنا، يطلع الجاسترين يلف في الدم يروح للفندس يطلع HCL. طب مين اكتر اكل يفاب بالجاسترين؟ الجاسترين ما بيطلعش HCL بس، وبيبسين، يبقى البروتين، يبقى تاني ستيمولس سبيسيفيك، سوب اكستراكت اللي مش اي سوب، اللي هو البيبتونز والامينو اسيدز، فينايل الانين وتريبتوفان. طب ما انا ممكن اكل كتير فال HCL يتخفف، لا لا، ربنا الاستومك كومبيوترايز بتطلع HCL على قد الوجبه، كلت كتير البي اتش يعلى يطلع مور جاسترين مور HCL. شوف دي سر الكمبيوتر، الرايز في البي اتش عرفته، خفش تاكل كتير هترفع البي اتش، تخفف ال HCL يتخفف البي اتش يطلع مور جاسترين. ايه العظمه دي؟ الرابع ستيمولس فيجال ستيميليشن، وهنا قلنا الفيجاس مش بالاستايل كولين، بالجاسترين ريليسنج بيبتايد اللي هو ما بيتقفلش بالاتروبين، وانهبت بالعكس، لو طلع اتس ال كتير يوقف الجاسترين، يوقف الاتس ال، زياده الاسيد والسوماتوستاتين اللي كان بيوقف كل حاجه لو كنت فاكر. وهنشوف التو هرمونز اللي بيعملوا له انهبيشن اللي هم اللي جايين، جي اي بي والسكريتين. طيب ايه الاكشن؟ خمسه اكشنز، اول ثلاثة مرتبطين ببعض. اللي بيطلع ال HCL عشان ما ينهش المعدة لازم يبقى مغذي، تروفيك تو ذا ميوكوزا، اللي يطلع يبقى يطلع HCL وبيبسين تروفيك تو ذا ميوكوزا عشان ما يعمليش ريفلكس، يبقى كونتراكشن في اللور اسوفيجال سفينكتر، مرتبطين ببعض. انا ما بحسش ان انا بقول ثلاثة اكشن، بحس اقول وان اكشن. بقية الزملاء يقعدوا يسمعوا، مش العبد الله. اللي يطلع ال HCL يبقى تروفيك تو ذا ميكوزا كونتراكشن في اللور اسوفيجال سفينكتر، دول ثلاثه مع بعض. وبعدين لازم نفضي بقى الاتس ال ده، ننزله على الانتستين سيلقي حتفه، يبقى لازم يزود الجاستيك بوتيك. وقلنا جميع الهرمونات اللي بتساعد الدايجيشن ابزوربشن عاوزه ميتابوليزم، مين يعمل لها ميتابوليزم؟ انسين، كلهم بيطلعوا انسين. النقطه الخامسه للاوائل بس، دي ممكن لو لقيتها صعبة ما تقراهاش، سيبك منها. We have two types of gastrin، اللي هو الليتل جاسترين 17 امينو اسيد بيطلع من الانترم، والبيج جاسترين 34 بيطلع من الديودن. اكشن عشان نربطها بالثانية، طب في الزولينجر إليسون سندروم دي حاجة مرضية بقى، في باثولوجيكال جاسترين بيطلع من اي بي دي سيلز في البنكرياس يطلع مور جاسترين، يبقى الان عنده هايبر جاسترينيميا، الدم مليان جاسترين بس مش جاي من مصادر مألوف، جاي من البنكرياس. كميات اتس ال بالهبل، ما هو ورم بقى يعمل لي سيفير ديودينال ألسر، لازم تشيل التيومر عشان تعالج العيان. افتكر كان في زميل امراض بطنه بيقول لي عندي عيان بعالجه ما مش راضي يخف، قلت له فكر يبقى عنده زولينجر إليسون سندروم،
اللي عنده حموضة ده وقرح مش هادة تخف، ممكن يبقى عنده ورم في البنكرياس وعليه للأوائل. تعرف كم نوع من الجاسترين؟ في جاستريك جاسترين اللي هو الليتل جاسترين بيطلع من الأنتر، بيج جاسترين طالع من الديودنس وانتستاينال جاسترين، وفي باثولوجيكال بنكرياتيك جاسترين. طيب النقطة الثالثة بقى، لأن أنا خدت دي ودي، وي هاف تو ريسبتور، كوليسيستوكاينين 2 اللي هو جي بروتين كابلد، وفي اندايركتلي بيشتغل عن طريق ريسبتور بتاع هيستامين يطلع اتس ال هيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2، وده كان بيبلوكد باي سيميتيدين، هنتكلم عليه لما نيجي للحموضه. رابع نوت كنا قلناها قبل كده، الفيجاس بيسكريت الجاسترين بالجاسترين ريليسينج بيبتايد نوت بلوكد باي اتروبين. صعب صعب صعب، اي نو. تاني يا ولاد في عجاله كده، تاني انتوا بقى قولوها ساعدوني. نقول اول تو ستيمولاي، اول تو بوينتس اسف، مشتركين في اي هرمون؟ اي هرمون بيطلع منين يا ولاد؟ اختار upper part of small intestine or lower part. upper part duodenum وجيجنم، upper jejunum. طب الجاسترين ده الوحيد اللي بالاضافه انه بيطلع من upper part of small intestine، بيطلع as well من المعده. اللي هو منين في المعده؟ الانترم والبايلورس اللي وراها، الانترم والبايلورس. طب بالمره عشان مراجعه حلوه، طب في نوع ثالث من الجاسترين تعرفه؟ اه باثولوجيكال اللي ممكن يطلع من بنكرياس. طب تركيبه ايه؟ نقطه ثانيه مشتركه في كل هرمونات، كلهم بولي بيبتايدز عشان يبقوا لون جينوميك رابيد اكشن ودين مانيتس. كده عملنا 2 من الخمسه. النقط الذكيه بقى الاستيمولاي والاكشن، لان الاستيمولاي تحدد الاكشن. انت حضرتك الجاسترين ده الصديق الاوحد للاتس ال، الوحيد اللي بيزود اتس ال. اول هرمون يطلع اول عصاره عشان خاطر يعقم الاكل، اننا جايبين بالشارع وبندخل اي اكل عاوز يتعقم. اه يبقى لازم الاستيمولاس يبقى حاجه نون سبيسيفيك ديستنشن انتر، هي اكل هينزل هينفخ الانترا بيطلع جاسترين يلف بالدم يطلع اتس ال يسكب على الاكل. عارف عرفوها ازاي دي؟ احكي لك قصه حلوه. نفخوا بالونه في الانترا مفيش اكل خالص، لقوا بيطلع جاسترين، فعرفوا ان الاكل بخصائصه الميكانيكيه بالديستنشن اللي بيعمله بيطلع جاسترين يطلع اتس ال. وانا تاملتها في تاملي الخاص ان احنا عاوزين اي اكل يطلع جاسترين عشان يطلع اتس ال عشان يتعقم. طب مين اكتر اكل يفاد من العصاره المعديه اللي بيطلعها الجاسترين اللي ما فيهاش اتس ال بس وفيها بيبسين اللي على اسمه سموا البيبسي كولا؟ البروتين، بيبسي ده بشعر بروتين، يبقى الشوربه شوربه البروتين، سوب اكستراكت لبيبتونز وامينو اسيدز فينال امين وتريبتوفين. طب ثالث ستيمولس يبقى في حاجه نون سبيسيفيك، اي اكل يبقى ديستنشن، خاصه البروتين يبقى السوب اكستراكت اللي فيها بيبتونز وامينو اسيد. طب افرض كلت كتير الاتس ال هتخفف، يبقى كده مش هيعمل حاجه. ما تخافش، الرايز في البي اتش اباف 2، تاكل كتير البي اتش يرتفع يطلع مور جاسترين مور اتس ال، اللي بقولها الجمله الرائعه يا اولاد. ازيف ذا ستومك از فولي كومبترايز، بتحسب الوجبه عاوزه قد ايه اتس ال، ازاي؟ ادي سر الكمبيوتر. تاكل كتير البي اتش تخفف الاتس ال يرتفع البي اتش يطلع مور جاسترين مور اتس ال. ايه العظمه دي؟ وراء الخلق خالق يا ولاد، قوة عاقلة نسميها الله. ثم ليس كل في وادي، ادي الفيجاس اهو نيرف بيطلع هرمون بس عن طريق الجاسترين ريليسينج بيبتايد. طب انهبيتد بايه؟ انهبيتد لو طلع زيادة على اللزوم، لو زاد الاسيدز، او بالسوماتوستاتين اللي قلنا بيوقف كل حاجة لو كنتوا فاكرين في الاندوكراين، وفي البلاب بالتو هرمونز اللي جايين بعد كده، دول اسهل كتير. طب الفسيولوجيكال اكشن قلنا ثلاثه، انا بقراهم كاني شايف حاجه واحده، اللي يطلع الاتس ال عشان ما ينهش المعده يبقى التروفيك تو ذا ميكوزا، عشان ما يرجعش الاسوفيجاس اللي المفروض يحصل لي حموضه ريفلكس يبقى لازم يمنع رجوعه للاسوفيجاس، يبقى كونتراكشن اوف لور اسوفيجال سفينكتر. وبعدين يرميه الناحيه الثانيه بقى، يعني منعناه يروح الاسوفيجاس وعايزين نرميه على الانتستين اللي فيه الكلاين فلويد، يبقى ستيميليتد جاستيك بونتيليتي، وكل الهرمونات بتطلع انسولين. النوتس للاوائل، تو تايبس، ليتل جاسترين من المعده
وده 90%، بالجسترين من الانتستين وده 10%. طب في حاجه مرتبطه في بنكرياتي الجسترين دي باثولوجيكال اللي هو زولينجر اليسن سندروم ويعمل لك بلاوي يودينا الالسر لازم تشيل كده. الريسبتور الاثنين نمبر 2 سي سي كي 2 وده جي بروتين كابل ريسبتور وهيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2. ولا تنسى الفيجاس ما بيطلعش الجسترين بالاستايل كولين، تزلزلت الثوابت بالجسترين ريليسنج بيبتايد خلاص اللي هو نوت بلوكد باي اتروبين، ما نقدرش نستخدم اتروبين. بينما مين احسن حاجه تضيع الحموضه؟ السيميتيدين يا اولاد لانه بيقفل اتش 2 ريسبتور. اكتشف سنة 1905 بجون سيدني أتكن. ده كان الفصل الأول وهو أصعب الفصول، إنه لازم الأكل نعقمه. إحنا مش شارع على الجهاز الهضمي، تلك أكبر عدد من الإيميون سيلز في الجهاز الهضمي الزملاء الأصغر سنة. الفصل الثاني بقى، الفصل الأول طلعنا الـ HCL عشان يعقم الأكل. الفصل الثاني افتح ودانك صدق ولا تصدق، لابد من القضاء على HCL ده في الانتستين. HCL اللي طلعناه واعلناه في الاستومك عشان يعقم الاكل لازم نقتله في الانتستين. ليه؟ افهم، افهم فيسيولوجي، افهم طب. لان الهضم والامتصاص الدايجيشن الانزيمات اللي بتعمل دايجيشن ما بتشتغلش في وسط اسيدي غير البيبسين اللي هو كان بيطلع في المعده جمع ال HCL. الباقي كله بيشتغل يا في النيوترال يا في الالكالين ميديا، يا نيوترال يا الكالين. يبقى لازم الاتس ال اللي طلع عشان يموت البكتيريا في المعده في الفصل الثاني نقتله في الانتستين. دي مهمه تو هرمونز من الخمسه. سكرتين بسميه العدو الاول الاتس ال الاول، لكن في معاه الجاستريك من اسمه انيبيتري بيبتايد. دول وظيفتهم يقضوا على الـ HCL. ليه؟ لأنه الـ HCL مرغوب فيه لابد أن يعلى في المعدة لتعقيم الأكل، لكن لابد أن يقتل في الانتستين لأن وجوده هيخلي الوسط أسيديك هيعوق الدايجيشن. الدايجيشن اللي يحدث في الوسط نيوترال أو الكالين. فالصديق اسمع كل كلمة أعنيها، الأوحد مفيش غير واحد بس اللي بيزود الـ HCL الجاسترين. بينما الاعداء عندنا اثنين اعداء اهو، بس بسميه بقى عشان كده السكرتين العدو الاول، لان في العدو الثاني اللي هو جي اي بي جاستريك انيبيتوري بيبتايد. ابتدي بالسكرتين بقى. الاول نقول الحاجات العامه. السكرتين بيطلع من ايه؟ قول انت. كل الهرمونات بتطلع من اول حته في الاسبوع الانتستين والا يبقى فات الميعاد، يبقى ديودينم وابر جينا. ادي خدنا نمره ايه من خلايا معينه اسمها اس سيلز، يبقى السكرتين بالاس سيل، الجاسترين بالجي سيلز، اول حرف جاسترين بالجي، سكرتين بالاس سيل اللي هي نوع من انواع الاي بي يو دي سيلز. طيب تركيبه ايه؟ كل الهرمونات تركيبها بولي بيبتايد عشان يبقى الاكشن نون جينوميك، ما تدخلش الخليه يبقى رابيد ودي مينتس. خدنا نمره الثانيه، النمره الثالثه ايه السكرتين ده؟ ده العدو الاول للاس سيل. فشوف بقى الروعه، بحكيها قصة أولاد. مع أول قطرة HCL تدخل للإنتستين هتعمل دروب في الـ pH of intestinal fluid below 4.5. بس الـ HCL وصل إلى المكان اللي مش عاوزينه فيه، وصل إنتستين، الحق يا عم. فأول قطرة من الـ HCL تنزل المعدة من المعدة للإنتستين تخفض الـ pH of intestinal fluid لـ 4.5، يروح طالع السكرتين جاري عشان يقضي على هذا الـ HCL. فعشان كده ايه الاستيمولس الاساسي بتاعه؟ هو لا يطيق الاسيد، جاستريك اسيد، بايل اسيدز، البروتين والفات اللي بتدي امينو اسيد وفري فاتي اسيد، الاسيد ده لا يطيقوش السكرتين. كلمه اسيد دي تعمل له ارتكاريا. يبقى لو اجملتهم في جمله واحده، نقص البي اتش اوف انسان فلويد تحت 4.5 اللي هما جاستريك اسيد، بايل اسيدز، بروتين اللي بتدي امينو اسيد، وفات اللي بيدي فيه فاتي اسيد. والمعلومات بقولها للزملاء الاصغر سنا.
كان السكرتين هو أول هرمون في العالم قبل بتوع الإندوكراين، أول هرمون عرفه الإنسان في العالم كان السكرتين في سنة 1902، أول مرة عرفوا إن فيه هرمون. اكتشفوا اتنين، ستارلينج الإنجليزي ومعاه بيلس، وستارلينج هو أول واحد في الدنيا يسمي المادة دي هرمون. ما كانش كلمة هرمون دي معروفة في العالم، يعني ايه، ما هو تعريف الهرمون؟ أول هرمون في الدنيا هو السكرتين، افتكرها اهو، يعني بريك ثرو في العلم، علامة فارقة السكرتين ده اللي هو العدو الأول للـ HCL. طب تعالى نروح بقى نشوف السكرتين عمل ايه. جري على حتتين، على المعدة وعلى البنكرياس. قال للبنكرياس الحقنا يا بنكرياس في بيتنا هيدروكلوريك اسيد. قال له طب ومتضايق ليه ان في اتس ال في الانتست؟ قال له مفيش هضم هيحصل في اسيدك ميديا، لازم يبقى نيوتر الكال، اقتل لي الاتس ال ده يا بنكرياس. قال له لا عليك، روح انت وانا خلاص هعمل، انا فهمت. فالبنكرياس طلع سكريشن تو فام السكريشن لارج ان فوليوم تو دايليوت الاتس ال، عشان كده يسموه اكيا سكريشن، مليان ميه، شلالات ميه نازله من البنكرياس ناحيه الانتستين، سموها اكيس سكريش لارج ان فوليوم تو دايلوت ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترلايز الاتش سي ال. شوف العظمه، يبقى فلويد كتير يدايلوت وصوديوم بايكربونات تو نيوترلايز، ومش مهم الانزيم بور انزيم. قال له انا مش انا ما يهمنيش، البنكرياس ده بيطلع اهم انزيمات للهب. قال له ده هسيبه لاخويا، انا مش عاوز انزيم الاول، انا عاوز اعد المسرح للهب، هات لي ميه وبايكربونات. وكذا فعل مع الليفر، راح للليفر طلع منها بايل يتميز بانه لارج ان فوليوم ريتش ان صوديوم باي كربونات. انبهروا بكميه السكريشن اللي بيعملها السكرتين، وان كان معظمها ميه، ميه تضليوت. ولهذا السبب، وهذا السبب وحده، سمي سكريتين لانبهارهم بطوفان الميه اللي جاي من البنكرياس والكبد تدايلوت الاتس ال والبايكربونات لمعادله الاتس ال، ومش مهم الانزيم. وفي البنكرياس غير الاكسوكراينال فانكشن، قال له مره تاني ككل الهرمونات اديني انسولين عشان يكمل الميتابوليزم، كلهم بيطلبوا انسولين. طيب وراح للمعده قال لها ايه؟ قال لها يا معدة كفاكي اتس ال، الاتس ال وصل انتست، الاتس ال هيبوظ الدنيا، كفاكي تلمي بقى، نقص الاتس ال. عشان كده سموه يا اولاد ناتشورال انتي اسيد. يبقى من هو الناتشورال انتي اسيد سكرتين اللي سماه العبد لله العدو الاول للاتس ال؟ شوف العظمه، بيزود الجاستريك ميوكس، ميوكس عشان ميوكس ده بفر بيغطي الميوكوزا كده يحميها من الاتس ال، وبيزود البيبسينوجين. البيبسينوجين مش اتس ال، ده الاكشن بتاع السكرتين. طيب نيجي للنوتس دي، للاوائل بس، للاوائل بس وللزملاء الاصغر سنا، خليني بقول اصغر سنا عشان يبقوا كويسين. السجاير يا اولاد غير انها تجيب كانسر لانج، ده اول حاجه لها، وقلت ده اكتر كانسر بيحصد الارواح، 33 في كل 100 راجل بيموتوا، بيموتوا من كانسر لانج، 26 من كل 100 ست بتموت من كانسر بيموتوا من كانسر لانج. غير دي السجاير يا اولاد بتقلل السكرتين اللي هو العدو الاول اتس ال، يبقى تعرضك لان يجي لك حرقان وديودن الالسر. طيب بالعكس بقى، ايه الحاجات الامراض اللي بيزيد فيها السكرتين في الدم؟ هايبر سكرتينيميا، دولار الالسر، ربنا يعني بيحاول يعوضها، في السر يطلع السكرتين يقلل الاتس ال عشان الالسر يهيل، ولقوا انه بيزيد في رينال فيلير وفي الكرونيك بانكرياتايتس، بتيريتيت البنكرياس تخليه يطلع يعني يعني بيحصل السكرتين يطلع كتير في الكرونيك بانكرياتايتس، عشان خاطر انا اسف البنكرياس لما بيبقى يعني في حاله كرونيك inflammation عاوز مور سكرتين تو ستيميليت لانه تعبان، فبيزود السكرتين. وصم اسوفيجيال كانسر، يبقى يقل مع السجاير ويزيد في الاحوال الاربعه الاتيه: ديودينال ألسر، رينال فيلير، كرونيك بانكرياتايتس، صم اسوفيجيال كانسر.
طيب نيجي للعدو الثاني بقى للـ HCL اللي هو الجاستريك انهبيتوري بيبتايد. ده اكتشف سنة 1969 اكتشفوا واحد اسمه براون ومعاه الكوليجز يعني وشركاء. ده تعال نشوف الاستيمولاي بيطلع بنقص البي اتش في الانسان فلويد زي السكرتين، بس في السكرتين حددنا تحت 4.5. وبعدين عشان ليه انا سميته العدو الثاني مش الاول؟ لانه مخه في حاجه تانية، بيطلع بالكربوهيدرات والفات ازويل، يعني مخه مشتت بين الاسيد والكربوهيدرات والفات. حتى الكربوهيدرات بقى بواجه خاصه تفهم ليه، الكربوهيدرات اكتر حاجه بتطلع انسولين. راح لنفس القصه، جري على الاستومك والبنكرياس. ففي الاستومك في مخ الاتس ال هو اسمه ايه؟ جاستريك انهبيتوري، فقال لها كفايه اتس ال. لما راح للبنكرياس نسي تماما الاتس ال، عكس هنا ده كان قال الاتس ال السكرتين والبنكرياس قال له الحقني بميه، ميه وبيكربونات اكل سكريشن. وفعل نفس الكلام مع الليفر، قال لها اديني بايل مليان ميه، ميه تدلوك اتس ال وبيكربونات نيوترلايز. ده نسي القصه لان له شاغل اخر وهو كربوهيدرات وفات، وركز على الكربوهيدرات اللي هو اهم ستيمولاس للانسولين عشان ما الجلوكوز ما يزيدش في الدم. فعش كده شوف ده كلهم بيطلعوا انسولين، بس ده اهم واحد بيطلع انسولين اللي هو الجاستريك انهبيتوري بيبتايد. طب تعالى النوت، شايف سهلين ازاي؟ ده بيعتبر وان اوف ذا انتيروجاسترون هرمون. انتيروجاسترون هرمون دي مجموعه هرمونات بتاخر الجاستريك امتينج، يعني بتقلل الجاستريك امتينج. اسمهم انتيروجاسترون ليه؟ بيطلعوا من الانتستين وياثروا على المعده يخلوها ما تفضيش بسرعه، فعشان كده سموها انتيرو لانهم طالعين من الانتستين وياثروا على المعده. فده واحد فيهم، ثلاث هرمونات واحد فيهم ضمن الانتيروجاسترون. also called بنسميه حاجه تاني غير انتيروجسترون انه بيطلع من التستين ويبطئ المعده، بنسميه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. ما هو طلع بالجلوكوز وراح للبنكرياس، هو اهم واحد بيطلع انسولين، فالاسم هنا جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. ده للاوائل والزملاء الاصغر سنا. ده الفصل الثاني، اعيده تاني. يبقى الفصل الاول كان اخراج الاتس ال لمعادله ال للاسف لتعقيم الاكل. تاني فصل الاتس ال اللي كان مرغوب اللي تم تعليته في المعده في الفصل الاول كان لابد من القضاء عليه في الفصل الثاني. ما ينفعش يبقى في اتس ال في الانتستين. الدايجيشن عمره ما هيحصل في وسط اسيديك، ما فيش غير انزيم واحد بيشتغل في وسط اسيديك وهو البيبسين بتاع المعده اللي على اسمه البيبسي كولا، لازم نقضي عليه. فكان ليه عدوين في الفصل الثاني حطهم لك مع بعض، السكرتين والجي اي بي، النقاط الخمسه. اول نقطه هما طالعين الاثنين طالعين من الابر بارت اوف سمول انتستين اللي هو ديودينام وابر جينام، كل ده صح. السكرتين من الاس سيلز اللي هي السكرتين سيلز، ده نوع من انواع الاي بي دي سيلز. الثاني بقى الجي اي بي ما ينفعش هنا، ده اسمه الجاسترين بيطلع من الجي سيلز، عشان ده كمان جي سيلز سموها باسم المكتشف بتاع اللي هو كي سيلز، اظن اسمه كستان الراجل حاجه زي كده، عشان كده سموه ده اسم الشخص اسمه كستان سيلز، ده ليه سموه كي اي ثينك كده. طيب تاني نقطه ان هما الاثنين خد دمر ببلاش، هما اثنين بولي بيبتايد، يبقى نون جينوميك، يبقى رابيد اكشن ودي مينتس. حب ناخد دي مع دي، دول نقطتين مضمونين. ناخد الاستيمولس يحدد لي الاكشن، قل لي الاستيمولس اقول لك الاكشن. ايه الاستيمولس بتاع السكرتين العدو الاول اتس ال؟ ان البي اتش انخفض في الانسان فلويد بلو 4.5، بلو 4.5 يعني في اتس ال وصل، الدنيا باظت. واي حاجه فيها كلمه اسيد، جاستريك اسيد، بايل اسيدز، البروتين والفات اللي بيدوا امينو اسيد وفاتي اسيد. فجري عمل اتجاهين، راح للبنكرياس والليفر من اتجاه وراح للمعده، راح للمعده قال لها تلمي بقى وكفايه اتس ال بقى، عشان كده سموه ناتشرال انتي اسيدز. وبالعكس زود الجاستريك ميوكاس والبيبسينوجين.
وراح للبنكرياس قال له في مصيبه يا بنكرياس انت والليفر. قالوا له ايه في ايه المصيبه؟ قالوا في اتس اللي في الانتست مش هيحصل دجاج. فقالوا ما تخافش، بعتوا سكريشن طوفان الميه سموه اكياس سكريشن تو دايليوت الاتس ال ريتش ان صوديوم بيكربونات تو نيوترلايز الاتس ال، ومش مهم انزيمز، مش مهم خالص الانزيمز. انبهروا بحجم السكريشن لانه كله ميه ميه وصوديوم بيكربونات، فعشان كده سموه سكرتين. وكغيره من الهرمونات بيطلع انسولين، بس اشهرهم مين؟ الجي اي بي، عشان كده كاتبها بالكابيتال ليتر الانسولين. طيب نيجي النقطة الخامسة فيه، السجاير تقلل السكرتين يبقى تخليك ما تقدرش تقاوم الاتس ال اللي تجيب لك جدران الالسر. طب بالعكس ايه اللي يزود السكرتين؟ بيزيد في احوال اربعة في جدران الالسر عشان نحارب الالسر، في الكرونيك بانكرياتايتس عشان نستملك البنكرياس اكتر من يدينا المية والصوديوم بيكربونات، رينال فيلير، سام اسوفجيال كانسرز. نيجي العدو الثاني بقى الاتس ال، ليه سميته العدو الثاني؟ انا قلت طبعا ما تنساش السكرتين ده روحك، ده اول هرمون اكتشفه الانسان في 1902 بستارلينج وبيلس، وستارلينج اول واحد في العالم يقول كلمه هرمون. يعني افهم الهرمونات يا اولاد بقى لها حوالي 116 سنه بس في العالم. جي اي بي ده اللي هو براون في سنه 1969 ده العدو الثاني، جاستيك انهيبيتوري بيبتايد. ليه قلت عليه عدو الثاني؟ لانه اول ستيمولس ليه نقص البي اتش في الانزيم فلويد اللي هو الاتس ال، بس في مخه في حاجه ثاني، ثاني ستيمولس ليه كربيته اللي فات. والدليل في الاكشن انه لما راح للمعده كان مخه في اتس ال، قال لها البي اتش انخفض بطل يطلع اتس ال، لما راح للبنكرياس لا في مخه شاغل اخر فات واهم منه كربوهيدرات جلوكوز او انسولين، فقالوا ادينا انسولين. عشان كده بص من ضمن اساميه يسموه ايه؟ يسموه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. وقلنا ان هو بيبطئ المعده، بيطلع من تيست بيبطئ المعده، فاعتبر ضمن الانتيروجاسترون اللي هو ثلاث هرمونات 3 هرمونز بيديلي جاستريك امتي، هو واحد فيهم. الفصل الثالث والهرمون الرابع اللي هو السي سي كي، ده اختصار كلمة كوليسيست كاينين بانكيريوزايمين. كانوا زمان فاكرينهم تو انزيمز يا ولاد، بس اكتشفوا ان هما تو هرمونز اسف، انما اكتشفوا ان هما وان هرمون الكوليسيستو كاينين بانكيريوزايمين، واكتشف في سنة 1928 بإيفي وأولد بيرك. طيب انا بس عاوز اتامل اول في الكلمه، انا بسميها دي امبراطوريه سي سي كي، ليه؟ افهم طريقتي في الشرح. انا ضيعت فصلين في الاتس ال، فصلين من الاربعه ضيعتهم في الاتس ال. اول فصل طلعنا الاتس ال يعقب الاكل، تاني فصل طلعنا السكرتين نمره واحد، السكرتين نمره واحد، السكرتين نمره واحد وجي اي بي ياخدوا على الاتس ال، بس ما عملناش هب. فعشان كده بسمي ده امبراطوريه الكوليسيستو كاينين بانكيريوزايمين. عارف للناس اللي فاهمه الزملاء الاصغر سنا يسمعوني، هضم الاكل لا يحتاج الا للبانكرياتيك انزيمز. يعني البانكرياتيك انزيمز لوحدها بقولها بثقه اهو، ويسمعوني الزملاء الصغارين، ممكن تكمبليت الدايجيشن بره نقولها فروم اي تو زي، هنا نقول فروم اي تو زد من الالف للياء. ويا سلام لو معاك كمان شويه بايل عشان خاطر البايل ده بيساعد الدايجيشن ابزوربشن وفات، يبقى حلو قوي. طب ما هو اسمه بيقول كده، ده انا بقول الممتحن الرائع الزميل الفاضل دون ان يدري غشش الطالب الاجابه، اما يساله قول لي ايه وظيفه الكوليسيستوكاينين بانكيريوزايمين. عارف يعني ايه كوليسيست؟ يعني حويصله مراريه، كولي سيست حويصله مراريه اللي هي جول بلادر. كاينين محرك يعني هيعمل لها ايفاكويشن، كوليسيستو كاينين محرك الحويصله المراريه يبقى بيعمل لها ايفاكويشن. بانكيريوزايمين يبقى بيروح للبنكرياس يجيب الانزيم، ما يجيبش ميه وبايكربونات، يجيب الانزيم عشان كده طلع انزيماتيك سكريشن. فالممتحن دون ان يدري ذا مين تو اكشن اوف كوليسيستو كاينين بانكيريوزايمين، هو قالهم كوليسيستو كاينين ايفاكويشن اوف جول بلادر، كوليسيست كاينين محرك الحويصله المراريه،
بانكريوزايمين يبقى يطلع انزيماتيك سكريشن من البنكرياس اللي هو بالعكس ريتش ان انزيمز، انما بالعكس بقى سمول ان فوليوم بور ان صوديوم باي كربونيت. يبقى ده بتاع الهاب. عشان كده بص ايه الاستيمولاي بتاعته، اكل اكل امينو اسيد وسمول بيبتايدز يعني بروتين، فاتي اسيدز يعني فات، بروتين وفات. طب اكتر حاجه عاوزها هاب، بروتين وفات، امينو اسيد سمول بيبتايدز وفاتي اسيد وبايل سولز، ادي اللي يطلعوه. طب تعالوا نقول اذر اكشنز، بس خد بالك دول المين تو اكشن في العالم كله، اتفق الكتب كلها ان اسمه بيقول اهم تو اكشن. كوليسيستوكاينين ايفاكويشن جول بلادر، بانكريوزامين يطلع انزيم البنكرياس. ايه الاذر اكشنز؟ بيوجمنت سكرتين، بيزود الاكشن بتاع السكرتين طبعا. ما احنا قلنا هو بيطلع شويه صوديوم بيكربونات قليله وشويه ماء قليله، يبقى بيساعد السكرتين مش بقوه السكرتين لكن بيساعده شويه ميه، ده اللي بيعمله السكرتين شويه بيكرب. اقول لك والعكس في الام اس كيو، والسكرتين بيوجمنت السي سي كي اهي مكتوبه معاه، لانه بيطلع شويه انزيم، يعني ده بيطلع ميه وبيكربونات وانزيم قليل، ده بيطلع انزيم كتير وميه وبيكربونات قليل، يبقى هما الاثنين بيوجمنت بعض بيساعدوا بعض. طيب البنكرياس بيطلع انزيم ممكن تهدم البنكرياس نفسه، يبقى بنفس المنطق تروفيك تو بنكرياس يقوي البنكرياس. كل الهرمونات اعداء للاتس ال، فبيقلل الجاستريك امتينج عشان ما يرميش علينا اتس ال كتير، وبالعكس يزود الانستاينال موتيليتي، ومره اخرى يطلع انسولين. ما احنا قلنا كلهم بيطلعوا انسولين بس اهم واحد فيهم الجي اي بي. الاذر اكشنز يا ولاد مش مهم قوي، انت اهم حاجه بقول لك سي سي كي، كوليسيستوكاينين، كوليسيستوكاينين محرك الحصيله المريئه ايفاكيشن جول بلادر، بانكريوزامين طلع انزيماتيك سكريشن، بانكرياتيك سكريشن انزيمز كتير وميه وبيكربونات قليل. اذر اكشن ميه وبيكربونات قليل، يبقى كانه بيوجمنت السكرتين، والسكرتين كان بيطلع انزيم قليل بيوجمنت السي سي كي. طب انزيم كتير هتبوظ البنكرياس يبقى تروفيك تو بنكرياس، يوقف الجاستيك امتنج ويشغل انتستين موتيليتي ويطلع انسولين. النوتس هنا سهل قوي، سي سي كي اكتس فيا 2 جي بروتين كابلد ريسبتور. سي سي كي 1 ده مينلي في جي اي تي، وسي سي كي 2 اللي كان بيشتغل عليه الجاسترين ده مينلي في السنترال نيرفس سيستم. يبقى سي سي كي كبيبتايد عنده 2 ريسبتور، وقلنا البولي بيبتايدز كلهم بيبقوا الريسبتور بتاعتهم في سيل ميمبرين، اهم طريقه عن طريق الجي بروتين كابل. سي سي 1 ده اللي اساسا في جي اي تي، عشان كده 1 ال 2 موجود هنا برضه بس اساسا في السنترال نيرفس سيستم. الفصل الخامس الرابع واقصر الفصول اللي هو الهرمون الخامس والفصل الرابع اللي هو الموتولين. يا اولاد موتولين بحكيها قصه يا اولاد، ده اكتشف سنه 1973 ببراون وشركاء، برضه يعني براون وشركاء اكتشفوا تو هرمونز يا اولاد، اكتشفوا الموتولين واكتشفوا الجي اي بي. نيجي الموتولين بقى سنة 1973، النقاط الأساسية أو نقطتين اللي هي ببلاش، بيطلع من الأبر بارت سمول انتست اللي هو الديودينم والأبر جيجنم، ما ينفعش اللور بارت إلا بقى فات المعاد، من اي بي يو دي سيلز اسمها ام او ام او سيلز، طبعا ما هو موتولين ام وأوله ام او سيلز. طيب تركيبه بولي بيبتايد يبقى نون جينوميك رابيد اكشن. طب ايه الاكشن؟ الاكشن غريب قوي قوي. في الفصل الاول الجاسترين طلع الاتس ال يعقم الاكل، الواحد فاهم الفهم اللي فاهمه لعبد الله. في الفصل الثاني الاتس ال اللي طلع واعلى في المعده ما ينفعش في الانتستين، كان تو هرمونز يقضوا عليه، السكرتين عدوه الاول والجي اي بي جاستريك انهيبيتوري، جاستريك انهيبيتوري بيبتايد العدو الثاني، لان مخه كان في الكربوهيدرات والانسولين، فعشان كده سميته العدو الثاني. الفصل الثالث امبراطوريه الكوليسيستوكاينين بانكريوزايمين، ده هو اللي عمل الهض، الهض ما عاوز بانكرياتيك انزيم، ده بانكريوزايمين، بانكريوزايمين طلع بانكرياتيك انزيم واداني شويه بايل كمان عشان تدايجست وتابزورب الفات.
كوليسيستوكاينين. يبقى طلعنا الـ HCL، قضينا على الـ HCL، عملنا الهاب، فاضل ايه؟ فاضل in between meals، ما بين الوجبات ما نسيبش بقى الاكل في الانتستين. ليه؟ لان البكتيريا هتفلارش وتبقى مصيبة، لازم نرمي الزبالة دي على القولون عشان تترمي في الستول. عشان كده حاجة غريبة جدا ان الموتيلين ده، بص بص جملة بليون جنيه، بيشتغل in between meals، ما بين الوجبات. بالعكس لو كلت يقف، انترابت باي فيدينج. ده الكناس الزبال بيشيل الزبالة، فبيريجوليت المايجريتنج موتور كومبلكس. دي الحركة هناخدها في السمول انتستين بعد ما نخلص الدايجيشن، بتموف الاندايجستد سبستانس، المواد اللي ما عرفناش تعملها دايجيشن، تو ذا لارج انتستين عشان تنزل في الاسمول. اثنين، لما يشيل الاكل من السمول انتستين، في ميزة تانية، يبقى بريفنتس البكتيريا فروم جروينج، يبقى ما فيش اكل تشتغل البكتيريا and multiplying in small intestine. شيل الاكل والبكتيريا، ارمي على القولون، نظف. ونفس الكلام المعده ينظفها، stimulate gastric emptying. ده بيشيل الزباله من المعده ومن السمول انتستين، ارمي على القولون كله، بكتيريا هتفلرش كده. وعشان كده بص يا اولاد، الدراج اللي ميمك، ما احنا قلنا ان احنا من ضمن الخصائص الخمسه للهرمونز ان ممكن نعمل دراج شكله زيه بالظبط. قدرنا نعمل دراج زي الموتيلين، بيزود الموتيليتي اوف ذا سمول انتستين وستومك. يبقى نستخدمه فين بقى؟ في الهايبوكاينيتك ديس اوردرز، لو عيان عنده الحركه بتاعه الجهاز الهضمي قليله، زي الديليد جاستريك امتي، الديليد جاستريك امتي. ده كانوا الهرمونات الخمسة، وهو الجزء الأهم في المحاضرة دي. فاضل حتة صغيرة أقولها وارجع أعيد تاني الهرمونات الخمسة وبعدين أسيبكم بإذن الله. في بعض الجامعات عندنا هنا بتكتب تو هرمونز تانيين، بيقولوا آه مش مهمين، إنما ليه إحنا ما اعتبرتهمش أنا هرمونز؟ لأن في نورث أمريكا يا أولاد قلت إن عشان نقول إن ده هرمون لازم يبقى فيه خمسة كرايتيريا، فالاثنين دول لا ينطبق عليهم الخمسه كرايتيريا، نعتبرهم بيبتايد بس مش هرمون. فازو اكتيف انستينال بيبتايد اللي هو VIP، مش فيري امبورتنت بيرسون، دي اختصار فازو اكتيف انستينال بيبتايد. اول كلمتين يقول لك اول وظيفتين دي، فازو اكتيف بيعمل فازو دايليتيشن للبلود فيسلز اوف ذا انتستين، انستينال بيزود الانستينال سكريشن. وعلى فكره هما مرتبطين ببعض، هو بيزود الانسان سكيشا والالكترولايتس والووتر، هيجيبهم منين؟ من البلاد. يبقى لازم يعمل فازو دايليتيشن للبلاد فيسلز عشان يزود الانسان سكيشا والالكترولايتس اند ووتر. طيب ثلاثة واربعة مرتبطين ببعض، مش انا قلت لكم ان كل الهرمونات ما بتحبش الاتس ال ما عدا الجاسترين، سميته الصديق الاوحد. اهو بص ادي ده بيعمل نفس الكلام بس بضعف بقى، بينقص الاتس ال سكيشا ويروح للبنكرياس يقول له اديني بايكربونات تعادل الاتس ال. يعني شوف الربطه الحلوه، المعده كفايه اتس ال، والبنكرياس هات بقى بايكربونات عادل اتس ال عشان اعرف نشتغل. وبعدين بيريلاكس الجي اي تي سموث ماسلز. دول الخمسه اكشن. سوماتوستاتين كنا خدناه يا ولاد في الاندوكراين، اللي هو بنقول بيوقف المراكب السايره، من اسمه ستاتين، اللي هو بيخلينا عمليه الدايجيشن والابزوربشن تبقى بطيئه عشان الاكله تصد معانا 8 ساعات لو كنت فاكر. من اسمه ستاتين مفيش حاجه يزودها، كل حاجه ينقصها. حتى انا اشوف حاطها لك بطريقه معبره جدا، اي حاجه في الستاتين تزيد تبقى اجابه غلط. بيقلل الموتيليتي بتاعت الجات ستومك وانتستين وجول برادر، بيقلل السكريشن وبالتالي ابزوربشن فروم ذا جات، وبيقلل كل الهرمونز بتاعت البنكرياس الثانيه. البنكرياس بيطلع غير السوماتوستاتين، بيطلع بنكرياتيك انسولين وجلوكاجون وبنكرياتيك بوليبتايدز، بيقللهم كلهم. ولا تنسى ان السوماتوستاتين ده خدناه اول مره، اللي هو جروث هرمون انهيبيتنج هرمون طالع من الهايبوثالامس، فده كده في عجاله قلناه. يبقى الفازو اكتيف انسان بيبتايد، من اسمه عرفت اول اثنين، فازو اكتيف او فازو دايليتيشن انسان بلاد فيسل، انستينال الفازو دايليتيشن محتاجينها عشان نجيب ميه والكترولايتس بالدم من في الانسان سكريشن. وبعدين ثلاثة وأربعة مع بعض، ينقص الاتس ال ويجيب من البنكرياس بايكربونيت لمعادلة الاتس ال، في المعدة ينقص الاتس ال والبنكرياس يجيب بايكربونيت يعادل الاتس ال،
وريلاكس الجي اي بي سموث ماسل. سوماتوستاتين بيوقف المراكب السائله، بيوقف الموتيليتي بتاع ستومك وانتستين وجول بلادر، يقلل السكريشن ابزوربشن من الجي اي تي، يقلل الثلاث هرمونات الثانيه بتوع البنكرياس. حته صغيره تاني بعدين اعيد الحاجه الاهم وهي خمسه هرمونز. طيب الايمين سيستم يا ولاد عاوز اقول لكم عليه حته صغيره، مش عارف راح فين، في صفحه كده مش لاقينها حالا هنجيبها. حكيت لكم ان في الاميون سيستم ده برضه الزملاء الاصغر سنا، الميكوزا بتاعت الجي اي تي انت بتجيب من الشارع وترمي جوه جسمك، فاكسبوزد لكميه مايكرو اورجانيزمز وانتيجين رهيبه. وعليه دي الجمله اللي قلتها لكم، الماجوريتي اوف اميون سيلز، معظم الاميون سيلز في البادي ريزايد يعني ساكنه في الجاب ميكوزا. دي معلومه للزملاء الاصغر سنا، معظم الاميون سيلز في اكثر الاماكن تعرضا للشارع في جسمك وهي الجهاز الهضمي، عمال ترمي من الشارع جوه انت. الاميون سيستم اكت ان تو ويز، بيشتغل بطريقتين. الطريقه المعتاده ان البي سيلز تطلع انتي بوديز، وفي التي سيلز السيتوتوكسيك تي سيلز، دي الطريقه المعتاده. في طريقه ثانيه بتطلع انفلاماتوري ميدياتورز اللي هم زي البروستاجلاندينز والهستامين. خلاص تعمل ايه بقى الحاجات دي؟ هتانتر اكت مع الانتريك نيرفس سيستم والجاسترو انستاينال اندوكراين وباراكراين سيلز، السيلز اللي بتطلع هرمونز اندوكراين وباراكراين. تنتهي بايه بقى؟ تطلع كميه فلويد رهيبه. لو خدت حاجه وحشه، لو خدت فود باد فود، تزود الفلويد سكريشن. ليه؟ ده دايلوتد توكسينز. وبعدين تزود الموتيليتي، تو موف اواي. لما تزيد الموتيليتي هترمي الزباله دي على القولونه ومنها للشارع في الديفيكيشن، تو موف اواي المايكروبكتيريا او الميكروبس والتوكسينز. دي كانت فكره مبسطه بس احبك، دي ما بتجيش خالص، وبقولها انا بقولها للزملاء قبل ما اكون بقولها لكم انتوا، ان الميكوزا بتاعت الجي اي تي اكتر سيستم اكسبوزد لبلاوي، فعندها اكبر عدد من الاميون سيستم اللي بيشتغلوا بطريقتين، الطريقه المعتاده الانتي بوديز من البي سيلز والسيتوكسيك تي سيلز، والطريقه الثانيه طلعوا انفلاماتوري ميدياتورز، طلع فلويد كتير تو دايلوت اي حاجه وحشه وتزود موتيليتي عشان نتخلص من البكتيريا والتوكسيك. طيب في اعاده بقى سريعه كده، استحملوني 5 minutes، هي الاهم عشان نجمع فيها واحد من اصعب الموضوعات وهو الجاسترو انستاينال او جات هرمونز يا اولاد. النقطه الاولى قلنا في 5 كاركترز عشان نقول ان ده جاسترو انستاينال هرمونز، فاكرينهم؟ نجيبهم تاني. ولازم يبقى سكريتد من وان سيل ويأفكت انذر سيل، ولازم يبقى ترانسبورت باي بلاد عشان يبقى هرمون، وعشان يبقى جات هرمون لازم استيميليت باي فود نمره 3، ومش شرط يبقى تحت نيورونال كنترول. خدنا الجاسترين هو اللي كان تحت الفيجال كنترول عن طريق الجاسترين ريليسنج بيبتايد، ولما سينثيتك فورم زي ما عملنا بتاع الموتيلين يميمك الاكشن بالظبط، ياخر الموتيليتي، اسف يزود الموتيلتي في العينين اللي عندهم هايبوكاينيتك ديس اوردرز. يبقى 5 حاجات، يطلع من الخليه ويؤثر في الثانيه، يمشي في البلاد، يطلع بالفود نمره 3، مش شرط تحت نيورونال كنترول، الثينثيتك يشابه الناتشو. طيب يبقى 5 كاركترز، كم هرمون؟ 5 هرمون، قسمتهم لاربع فصول. الفصل الاول كان الجاسترين، ده الصديق الاوحد للاتش سي ال. الفصل الثاني كان تو هرمون، الجي اي بي والسكريتين، دول اعداء الاتش سي ال. الجاسترين يعلي الاتش سي ال في المعده، دول يقضوا عليه في الانتستين. السكريتين العدو الاول، السكريتين العدو الاول، ثم الجي اي بي جاست انهيبيتوري بتايد، لان مخه في حاجه ثانيه في كربوهيدرات وانسولين. سي سي كي بسميها امبراطوريه السي سي كي، امبراطوريه السي سي كي، كوليسيستوكالين بانكريوزايمين، ده يجيب بانكرياتيك انزايم وبايل للعظم.
فصل التالت. فصل الرابع الموتيلين يشيل الزبالة بقى ينظف، اشتغلش ما يبقى فيه فودي، اشتغل in between. اول ما تاخد فودي انتربت مش هيشتغل، ما كان الناس مش هيكنس وفي شغل، لما تخلص شغل يكنس. في كل هرمون كلمنا على خمس نقط، يبقى خمسة كاركترز، خمسة هرمون خمسة ايتم. السايت اوف ريليس قلنا كلهم بيطلعوا من، راجع معايا، اعلى حتة ولا اخر حتة في السمول انتستين؟ اعلى حتة، لانه لو بنطلع احنا كل حاجة بتحصل في السمول انتستين، لو هنطلع من اخر السمول انتستين يبقى ينطبق اغنية ام كلثوم فات المعاد، بيطلعوا كلهم من الديودينم والابر جيجينم او ابر بارتوس مونتس، ما عدا الجاستريم ازويل، مش ما عدا، بالاضافه انه بيطلع من دول بيطلع كمان من مدخل المعده الجاستريك انترم والبايلوروس، كلهم بيطلعوا من خلايا معانا APUD سيلز. خلاص، امين بريكيرسور ابتيك اند ديكربوكسيليشن، عشان كده يسموها عبود سيلز APUD سيلز. وقلنا السكرتين بيطلع من الاس سيلز والجاستريم من الجي سيلز والجي اي بي حتى ده، والميتولين من الام سيلز. الجي اي بي ما ينفعش اكتبها جي كمان، فبقت من الكي سيلز، جي اي بي من الكي سيلز، تبقى عارف هذا الكلام. تمام، طيب. وبعدين بعد ما تاني نقطة قلنا ان هما الكيميكال نيتشر كلهم بولي بيبتايدز عشان يبقى الاكشن رابيد نون جينوميك، ما ينفعش بوستيرويدز، لازم يشتغلوا ذي مينتس. فالسايت والكيميكال نيتشر دول مشتركين في يعني دي نمر ببلاش يا اولاد، كلهم طالعين من الابر باتوس وور انتستين اللي هو الديدونام والجيجنا من خلايا معانا اي بي دي سيلز، نوع معين من الاي بي دي سيلز، ما عدا الجاسترين بيطلع من الجاستريك انترم والبايلوروس، كلهم بولي بيبتايد، يبقى رابيد اكشن ودي مينتس. بعد قلنا الاستيمولاي هو الذي يحدد الاكشن، وفي نوتس بتختلف من هرمون للتاني. بص بقى، بيقسموا الهرمونات دي حسب التشابه في الاستراكشر فانكشن لتو فاميليز. الجاسترين فاميلي بتشمل طبعا الجاسترين، اسمها جاسترين فاميلي، ومعاه السي سي كي، هما اتنين بيعملوا نفس الفانكشنز تقريبا. لو لاحظت الجاسترين والسي سي كي كانوا هما الاثنين بيزودوا الانتستينال موتيليتي، خلاص، وبينقصوا الجاستريك. السكرتين فاميلي طبعا مين هتحط معاه 100%؟ السكرتين مع الجي اي بي، هما اثنين اعداء الاتش سي ال، وفي كتبكم في الجامعات بتاعتكم بيحطوا معاهم جلوكاجون والجلايسين 10 اللي هو جلوكاجون 1 جلوكاجون لايك 1 والفي اي بي. طبعا انا مش شايف ان دول مهمين، لان دول مش معترف بيهم كهرمون بتوع الجهاز، بس انا بحاول اكتب لكم يعني الحاجات المكتوبه عندكم كلها، يعني بنحاول نعمل توليفه كده. انما في العالم كله الجاسترين فاميلي جاسترين وسي سي كي، والسكرتين فاميلي سكرتين وجي اي بي، دول اوعى تنساهم، دول اعداء ال اتش سي ال. نيجي بقى للفصول الاربعه ونقفل بكده في عجاله، نقولهم بسرعه قوي، انتوا هتقولوا معايا شوف الذاكره بتاعتكم جايبه ايه. واحد من اكتر محاضرات الدسمه في الكورس. جاسترين النقط العامه بيطلع من الديودينام والابر بارتوس مون انتستينال جيجنم، لكن في كمان بيطلع من الانترام والبايلوروس. وكاي هرمون تركيبه بولي بيبتايد نون جينوميك رابيد اكشن، وهنا قلنا حتى بيطلع من اي بي دي سيلز اسم الخلايا جي سيلز. فاضل اثنين الصعبين، ستيمولاي والفيسيولوجيكال اكشن. انت ذكي دلوقتي فاهم اللعبه، ده الصديق الاوحد الاوحد، مش الاول، مفيش غيره للاتش سي ال، وده بيعلي ويرفع من قيمه الاتش سي ال في المعده. ليه؟ عشان عاوز يسترلايز الحاجات اللي واخدها من الشارع. طب اي حاجه عاوزين نعملها استرلايزيشن جايه من الشارع، يبقى كان لازم الاستيمولس الاولاني يبقى نون سبيسيفيك. اي اكل لازم يطلع اتش سي ال، فربنا عملها ازاي دي؟ سبحان الله. اي اكل بيعمل ديستنشن في الانترا، قلت لك اثبتوها بان لما نفخوا بالونه في الانترا مفيش اكل خالص، طلع جاسترين. يطلع الجاسترين يلف في الدم ينزل اتش سي ال عقب الاكل. طب مين اكتر اكل يفاد بالعصاره المعديه؟ العصاره المعديه فيها بالاضافه لاتش سي ال بيبسي، يبقى البروتين، يبقى السوب اكستراكت شوربه بروتين فيها بيبتولز فينايل الانين تريبتوفان.
طب افرض كلت كتير وقيت سئلت تخف، ما تخافش، في كمبيوتر بيظبط القصه. لو حضرتك كلت كتير هيتخفف الاتش سي ال، هيرتفع البي اتش، يطلع مور جاسترين. يبقى تالت حاجه الرايز في البي اتش ابافتور. ايه العظمه دي؟ ايه الروعه دي؟ الاستيمولاي بنعيشها واحده واحده، مش بنحفظها، واحده واحده بنتاملها. وراء الخلق خالق يا شباب. والفيجاس بيستيموليت الجاسترين وبالتالي اتش ال، بس مش عن طريق استايكولين، عن طريق جاسترين ريليسنج بيبتايد، مش كده؟ نوت بلوك بقى تروبين. انيبيتد بايه بقى؟ المفروض يوقف الجاسترين. لو الاتش ال زاد هو بيطلع جاسترين، الاتش ال زايد وبالسوماتوستاتين قلنا اللي بيوقف كل حاجه. ودلوقتي انت فاهم، وباعداء الاتش سي ال اللي هو الجي اي بي والسكرتين، فاهمها تمام دلوقتي انت. طب نيجي الاكشن. قلت خمسه اكشنز، بس انا شايف ثلاثه حاجه واحده. اللي يطلع الاتش سي ال عشان ما ينهش الميوكوزا لازم يبقى تروفيك تو ذا ميوكوزا، ولازم يعمل كونتراكشن في اللور اسوفيجيال سفنكتر. وهذا لك ثاني اهي. اللي يطلع اتش سي ال يقوي الميوكوزا عشان ما ينهشهاش، وعشان ما يجيش هنا يكونتراكت اللور اسوفيجيال سفنكتر. احنا عاوزينه ما يروحش هنا، عاوزين يروح للانتستين بقى، مستنيك جوزي اياهم بقى، السكرتين والجي اي بي. ايه العظمه دي؟ يبقى اللي يطلع اتش سي ال يبقى تروفيك تو ذا ميوكوزا ويكونتراكت اللور اسوفيجيال سفنكتر. دول تقراهم حاجه واحده، تحس انك بتقول وظيفه واحده. اللي يطلع اتش سي ال عشان ما ينهش الميوكوزا، يقوي الميوكوزا، تروفيك تو جي اي تي ميوكوزا، عشان ما يرجعش، ما يروحش السكه الغلط للاسوفيجاس، يروح الانتستين، فيبقى كونتراكت اللور اسوفيجيال سفنكتر. طب عاوزين نوديه الانتستين، يبقى نستيميليت الجاستريك موتيليتي. وبعدين كلهم بيطلعوا انسولين. ده اصعب هرمون الفصل الاول. حتى النوتس عند اربعه نوتس، تو تايبس، ليتل جاسترين اللي هو 17، ده اللي بيطلع من الاستومك، جاستريك جاسترين اللي هو بيطلع من الانتر 90%. بيج جاسترين اللي هو 34 امينو اسيد او جي 34، ده بيطلع من دودنم، ده 10%. طب نقولها بالمره، طب في باثولوجيكال جاسترين اللي بيطلع من اي بي دي سيلز اوف بنكرياس. طبعا طلع لي، يعمل لي هايبر جاسترينيميا في الدم، تطلع اتش ال بالهبل، تعمل لي دودنم الالسر. اسمها زولينجر اليسون سندروم، تبقى عارفها. عن لا يستجيب للعلاجات المالوفه من الانتي اسيدز، يبقى عنده زولينجر اليسون سندروم. طيب التو نوتس اللي فاضلين، تو ريسبتور سي سي كي 2 ريسبتور وهيستامينرجيك 2 ريسبتور، هو بيبقى بلوك بالسيميتيدين، واحد من احسن الحاجات اللي بتقلل الحموضه. هناخدها. والنوت دي قلناها الفيجاس مش عن طريق الاستايلكولين، عن طريق الجاسترين ريليسنج بيبتايد، نوت بلوك باتروبين، انها مش استايلكولين. الفصل الثاني عاوزين نقضي على الاتش سي ال في الانتستين. ليه؟ عمر الدايجيشن ما هيحصل في اسيديك ميديا، يعني نيوترالي الكلاي. دي مهم في مين بقى؟ الجوز دول، سكرتين العدو الاول والجي اي بي. سكرتين اول هرمون اكتشفه الانسان في 1902، بيطلع منين؟ نفس وهم الاثنين بيطلعوا منين؟ ابر بارت اوف سمول انتست اللي هو ديودنم وابر جيجنم. بس سكرتين من الاس سيلز، انما ده مش ده اسمه جي سيلز بتاع الجسيم، مش هنسميها جي اي بي، يبقى جي سيلز برضه، سميناها كي سيلز. فهمتك ليه؟ هما الاثنين معلومات ببلاش، بولي بيبتايد، يبقى نون جينوميك عشان يشتغلوا رابيد ودين مانتس. نيجي السكرتين اللي هو كل مخه اتش ال. الستيمولس ناقص البي اتش، اول قطره اتش ال دخلت وقللت البي اتش ل 4.5 يطلع السكرتين. طيب ايه بقى اللي يقول لي في اسيد؟ ان في جاستريك اسيد، ان في بايل اسيدز، ان كلت بروتين وفات هيدوا اسيد، امينو اسيد، فاتي اسيد، مخه كله اسيد. فيجري على البنكرياس والليفر، الحقونا الحقونا، الاسيد بتاع المعده اللي كان بيعقب الاكل دخل انتستين وهيبوظ عمليه الدايجيشن. ادونا ميه بالهبل، عشان كده يسموها اكل سكريشن، مائي، وبايكربونيت بالهبل، ميه تو دايليوت وصوديوم بايكربونيت تو نيوترايز ريتش انسوليم، مش مهم انزيم، طلع شويه انزيم، عشان كده قلنا بيأوجمنت السي سي كي، لكن مش مهم الانزيم، بور الانزيم. والليفر قالوا نفس الكلام. طيب وعلى المعده قال لها تلمي بقى، كفايه اتش سي ال، بيقلل اتش سي ال، عشان كده سموه ده بقى العدو، شوف اسمه ناتشرال انتي اسيدز، وبيزود الجاستريك ميوكس عشان يحمي المعده والبيبسينوجين. ولا تنسى بيطلع انسولين، كلهم بيطلعوا انسولين.
طب نيجي العدو الثاني بقى اللي هو اسمه جاستريك انهيبيتري. انا ضد الجاستريك، انا ضد المعده. فبيطلع بنقص البي اتش، يبقى مخه فيه الاسيد اهو، نقص البي اتش بالانسان فلويد، بس ما حددناش 4.5 زي هناك. لكن في مخه فيه شاغل ثاني فات، واهم منه الكربوهيدرات، عاوز انسولين، اسمه جاستريك انهيبيتوري. فلما راح للمعده هو اسمه جاستريك انهيبيتوري، انهيبت الاتس ال بتاع المعده، واستحق الاسم جاستريك انهيبيتوري. لما راح البنكرياس ليه شاغل اخر وهو الفات، والاهم منه الكربوهيدرات، قال له اديني انسولين للكربوهيدرات، انسولين، واعتبر اهم واحد في الخماسيه بيطلع انسولين. طيب نيجي للنوتس. في حالة السكرتين قلنا السجاير بتقلل السكرتين تجيب يودرن ألسر. طب وبالعكس السكرتين يزيد امتى؟ هايبر سكرتينيميا. لو واحد عنده يودرن ألسر محتاج مور سكرتين، واحد البنكرياس بايس مور سكرتين عشان يستيميليت البنكرياس، كرونيك بنكرياتايتس، رينال فيلير، سام اسوفيجيال ألسرز. طيب اما الجي اي بي تو نوتس بتاعته عباره عن اسامي، هو ضمن ثلاث هرمونات بيطلعوا من الانتستين يقللوا الجاستريك امتنج، فسموهم مجتمعين انتيرو طالعين من الانتستين جاسترول عشان بيبطئوا المعده. وهو اهم هرمون بيطلع بالجلوكوز ويزود الانسولين، فسموه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. الفصل الثالث امبراطوريه الكوليسيستوكاينين بانكيلوزايمين. يبقى اول فصل افهم افهم الجاسترين ده بيعلي من شأن الاتس ال في المعده عشان يعقم الاكل. الاتس ال مرغوب في المعده، مكروه في الانتستين، مين اللي قضى عليه؟ السكرتين ثم السكرتين ثم السكرتين ثم الجي اي بي. يبقى خلصنا فصلين في قضيه الاتس ال، عايزين نشتغل بقى. يبقى ده السي سي كي، امبراطوريه السي سي كي. ايه اهم حاجه عشان تعمل دايجيشن ابزوربشن؟ عاوز بانكرياتيك انزيم تقدر لوحدها في اي تو زد، هفصلها لاجيال، وشويه بايل، يا سلام شويه بايل للفات. طب هو اسمه كده كولي سيست كاينين، يبقى محرك الحساسيه المريه، يبقى ايفاكويشن جول بلادر. بانكيلوزايمين يبقى الانزيمز يجي يروح بنكرياس يقول له اديني انزيم، انزيم، عشان كده قالوا انزيماتيك سكريشن مش اكس. مش مهم الفوليوم، مش مهم الميه سمول ان فوليوم، مش مهم البايكارنيت بول انسولين بايكارنيت. دول المين تو اكشن عليهم 90%، الباقي كلام شحاتين. لانه بيطلع شايط ميه صغيرين وبايكربونات قليلين، يبقى بيوجمنت السكرتين زي ما السكرتين بيوجمنت سي سي كي. طب بيطلع انزيم كتير من البنكرياس، يبقى يحمي نفسه للبنكرياس يتهضم، يبقى تروفيك تو بنكرياس، وبيقلل الجاستيك امتنج ويزود الانستاينال موتيليتي. وبعدين كبقيه الهرمونات بيطلع انسولين. المعلومه الخامسه نوتس اكتس عن طريق 2 جي بروتين كابلد ريسبتور سي سي كي 1 1. طبعا ده في جي اي تي، ده 1 بتاع جي اي تي، 2 سي سي كي 2 موجود في جي اي تي بس اكتر في السي ان اس. فصل الاول افهم كما انا فاهم الفسيولوجي. طلعنا اتس اف في المعده يعقم الاكل، ده الجاسترين. الاتس ال اللي طلع في المعده عقب الاكل يبوظ الدنيا في الانتستين، لازم نقضي عليه. ده السكرتين ثم السكرتين اللي كل مخه اتس ال، ميه وبايكربونات من البنكرياس ومن الليفر، وراح للمعده قال لها مش عاوزين اتس ال كفايه كده. والعدو الثاني اللي هو جي اي بي اللي هو جاستريك انهيبيتوري، قال للمعده كفايه اتس ال، بس دماغه في كربوهيدراته فات، فلما جه على البنكرياس نسي موضوع الاتس ال دون انسولين. ثم الفصل الثالث امبراطوريه السي سي كي، بانكرياتيك انزيمز وبايل، كوليسيستوكاينين، ايفاكيويشن اوف جول بلادر. بانكيلوزايمين، زايمين يعني انزيم، بانكيلوزايمين بيجيب من البنكرياس انزيم ويجيب البايل. خامس هرمون والفصل الرابع، لان في اثنين كانوا في الفصل الثاني، ان عايزين نكنس بقى الزباله دي. الزباله دي مسؤوليه موتيلين يا شباب، لان اسمه موتيليتي جاي الراجل ينظف، شيل يا عم الزباله دي. فالموتيلين اهو بيطلع من الديودنام والابر جيجنام ام او ام او سيلز عشان اسمه موتيلين، فتاخد اول حرف او اول حرفين.
وهي تركيبه ببتايد، يبقى نون جينوميك رابيد اكشن. كل دي معلومات ببلاش. نيجي الاكشن بقى، ده الزبال اشتغل ان بتوين مينز. لو كان مش هيشتغل غير لما تخلصوا شغل انتربت باي فيدينج. يعمل ايه؟ ينظف الانتستين وينظف المعده. الانتستين اهم يريجليت حاجه اسمها مايجريتنج موتور كومبلكس. هنبقى نفهم في الانتستين اللي يسموها مايجريتنج، مهاجره، عباره عن بريستالسيس كده، تنظف شويه سنتيمترات وراهم شويه سنتيمترات زي اللي بيكنس، ياخد حته بعد اللي بعدها بعد اللي بعدها لحد ما يرمي الزباله دي. ليه؟ عشان يموف الاكل اللي انت ما هضمتوش الاندجستد سبستان من السمول انتستين يرميها في اللارج انتستين ومنها للريكتم والفيس. وطبعا لما شال الاكل يبقى البكتيريا ما عندهاش فرصه تجروت ومالتي بلاي، تبقى مصيبه. يبقى نظفنا الانتستين. مايجريتنج موتور كومبلكس، مايجريتنج موتور كومبلكس. والمعده استيميليتد جاستيك امتي. طب فين النود بتاعتها بقى؟ ان الدراجز اللي زي الموتيلين هي اسمه موتيلين بتاع الموتيليتي، شغل موتيليتي، يبقى ممكن نستخدمها في اللي عندهم هايبوكاينيتك ديس اوردرز. هايبوكاينيتك الحركه قليله زي العيانين اللي عندهم ديلي جاستيك امتي. اعتقد كده يا اولاد نبقى عملنا واحد من يعني اصعب المحاضرات والطفها في ذات الوقت، وهي جي اي تي. حتى جي اي تي بعد كده بيبقى اللي سمع معاه المحاضره الاولانيه بعد كده بنمشي يعني حلاوه في الباقي. مفيش حاجه بعد كده صعبه، كله سهل جدا. اشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الربيع وعيد الام، وكل الامهات طيبه، واسعد دائما بلقائكم واراكم قريبا باذن الله. اهم حاجه فوت اول نص ساعه وركز في الخمسه هرمونز بالاربع فصول. شكرا.